وراح نبلش نعمل thank you.
عام. دكتورة رولا شمس الدين، يا ريت تكوني فاتحة الميكروفون والكاميرا، وأهلا وسهلا فيكم جميعا للقائنا الثاني مع الدكتورة رولا شمس الدين، والذي كان لابد أن يكون هذا اللقاء لنتم ما بدأناه في اللقاء الأول عندما كان العنوان مساهمات برمجة العقل الباطن في تخطي الظروف الصعبة، وما أكثر الظروف الصعبة في يومياتنا نحن اللبنانيون والعرب تحديدا. وبالتالي خليني أنا إذا سمحت لي الدكتور رولا شمس الدين الحلبي، وأؤكد على الحلبي لأنني أحترم بهذه الإنسان هذه الخاصية، أود أن أقول أنني سأقوم لدقائق بسيطة ويسيرة بإعادة تلخيص ما عرضته حضرتك في اللقاء الماضي. الدكتورة رولا شمس الدين تناولت في البرزنتيشن اللي عرضته والذي دام قرابة الساعة وعشر دقائق نقاط أكاديمية وعلمية وفلسفية وفكرية ومنطقية وإنسانية واجتماعية كثيرة، سألخصها قدر المستطاع. تناولت تعريفات وتشريحات بيولوجية لكشف الفرق بين العقل والدماغ، ثم حرصت أثناء اللقاء على أن يكون المكان الذي نجلس فيه مكاناً يمكننا من الإصغاء والمتابعة الجيدة، وكذلك حرصت على أن نقوم بتحريك الجذع الأعلى من جسدنا من فترة لأخرى بناء على طلبها، إثارة لحيوية الذهن ولتنشيط حضورنا. ثم انتقلت إلى محاور اللقاء والتي كانت عمل الدماغ، العقل والفرق بينهما، وكيف يمكن تفعيل هذه المعرفة في حياتنا. انتقلت بعد ذلك إلى أهمية الكتالوج أو الجايد في حياتنا، وذكرت أننا كمجتمعات عفوية قلما نهتم بالتعريف لكيفية استخدام الأمور، وبالتالي هذا ما سبب في حياتنا الكثير من غياب المعرفة الواعية لأهمية الفرق بين الدماغ والعقل والعقل الباطن. وبالتالي عرفت أن الهاردوير هو الدماغ أو العقل الباطن، والسوفتوير هو العقل. ثم قالت أن الدماغ البشري ينقسم إلى قسمين، أيمن وأيسر، وقالت أن الأيمن للمعلومات العاطفية والأيسر للعقل والمنطق. الأيمن شمولي والأيسر تفصيلي، الأيمن إبداعي والأيسر استنتاجي، الأيمن عشوائي والأيسر منظم، الأيمن حدسي والأيسر تحليلي منطقي استنتاجي. ذكرت أن ترسخ العادات ينطلق من الوعي ليصبح بعد ذلك سلوكا. ثم عرضت مكونات العقل الواعي والعقل اللاواعي والباطن، وبيّنت لنا أن العقل الواعي يشكل فقط 10% من مكون ما يسمى العقل والدماغ معا، وأن 90% هي للعقل الباطن أو العقل اللاواعي. قالت أن العقل الواعي مهمته التحليل والتفكير والذاكرة قصيرة الأمد، بينما العقل اللاواعي هو المهتم بالذاكرة طويلة الأمد، بالعواطف، بالعادات، العلاقات، الإدمان، العمل اللا إرادي لبعض أجزاء أو لكل أجزاء الجسد مثل القلب والسمع والنظر و الإبداع، التطور، الاتصال الروحي، والحدس والإلهام. انتقلت بعد ذلك إلى شرح الموجات الخمسة الموجودة أو الخمس الموجودة في الدماغ، والتي ذكرتها بالترتيب الجيما والداتا والألفا والثيتا والدلتا. ثم تحدثت عن فلاتر العقل الباطن
التي تقوم بمهمة التعميم، التشويه، الحذف والبرمجة واعتماد القيم والدوافع. وذكرت أن لبرمجة العقل الباطن لابد من معرفة خصائص هذا العقل، فهو خادم جيد لا يميز بين الحقيقة والخيال. ثم انتقلت إلى نقطة أخرى هي معرفة شروط البرمجة مثل التحلي بالإيجابية وإدراك الحاضر أو صيغة الحاضر بالأحرى والتحديد والتحكم. ثم قالت أنه يجب أن يكون هناك رابط شرطي لاستنباط العادات وربطها بالسلوك المحفز أو ربطها بسلوك محفز عاطفي. كذلك تحدثت عن أهمية التوقيت وذكرت بالحرف أننا كنا نعتقد أن التوقيت يتحكم بنا، حتى اكتشفت بنفسها ووجهتنا إلى فكرة أننا يجب أن نقرر أننا نملك وفرة من التوقيت ونعرف كيف نتعامل معها. ثم ذكرت كيف نغير طريقة التفكير، اكتشاف المعنى لأعمالي اليومية، كيف أغير عادة غير مرغوبة، وتحدثت عن عين المؤدي وعين المراقب والفرق بينهما والتي هي بنا. وأخيرا ذكرت بأن كل ذلك لا قيمة له إن لم نباشر إلى التنفيذ. وبالتالي كل اللقاء السابق وهذا اللقاء الذي نحن فيه الآن لا قيمة ولا فائدة له إن لم نتخذ قرار المباشرة بالتنفيذ. أتمنى أن يكون ما شوهت المضمون يا دكتور رولا شمس الدين. الله يخليك ولا يهمك. الله يخليك. شكرا على هذه. الله يخليك. هذه الحلقة وهذا اللقاء أود أن أقول شكرا للدكتور رولا شمس الدين على نقاط ثلاثة هي أكثر ولكني سأختصرها، لمستها بها بعد تعرفي عليها من اللقاء الأول. هذا الإنسان يطبق ما ذكر في هذه في الأمسية السابقة لأنه يحترم نفسه، فهي أصرت على أن يكون هذا اللقاء لكي لا تهضم أو تظلم أصحاب الحق من أولئك الذين بقوا في غرفة الانتظار في تلك الأمسية وما تمكنوا من الدخول بسبب أن المنصة غصت بالمئة حاضر. وبالتالي قررت أن تلتقي بهم وأن تقدم لهم الإجابات التي يريدونها عن أسئلتهم. أي أول نقطة. إذن هي شخص يحترم ذاته بشكل عملي، حتى لا أقول بشكل رائع لأنه كلمة رائع كلمة نسبية، أما بشكل عملي فهو تعريف أدق. النقطة الثانية التي تتميز بها هذه الدكتورة أنها تتابع وتهتم وتأخذ على عاتقها العنوان بشكل جدي، يعني مساهمات برمجة العقل الباطن في تخطي الظروف الصعبة هو عنوان يشكل لها مشروع وليس فقط يعني نافذة للإطلالة على الآخرين والتحدث، لأنها كلما اتصلت بي أو اتصلنا وتحدثنا كانت يعني يمر على لسانها بقصد أو بغير قصد، والأكثر هو بقصد لأنني أعرف بأنها تدرك معنى الوعي واللاوعي، كانت تمر على لسانها أن الرسالة يجب أن تصل، الجميع يجب أن يستفيدوا، المجتمع يجب أن يعرف أهمية الإفادة من هذا العنوان. إذن هي متابعة وهي تحترم ذاتها. النقطة الثالثة والأخيرة أن هذه الإنسانة بينت لي أنها ليست إنسانة مادية بتاتا، بل هي على الأغلب إنسانة روحانية وروحية وتميل إلى القيم المعنوية في الإنسان أكثر من المادية. والسبب الذي جعلني ألتقط هذا الأمر أن الدكتور رولا شمس الدين ذهبت وقامت بشراء منصة تتسع لخمسمائة شخص حتى لا تترك أي متابع للقاءاتها
خارج المنصة مهما كلف الأمر، إذ كان بإمكانها أن تقول رافعة عن نفسها اللوم هكذا تتسع المنصة وخلاص، ولكنها ذهبت لشراء منصة من 500 شخص لتقول أنها تلتزم بالعنوان، تحترم ذاتها، وأنها تقدر وتكن التقدير والاحترام لكل الذين قرروا أن يكونوا معنا في هذه الأمسية. فشكرا لها باسمكم جميعا، سمحت لنفسي وأسمح لنفسي أن أقول أن هذه الأمسية مسجلة، فأسمحوا لنا بالتسجيل. ومعكم الدكتور رولا شمس الدين الذي يرغب بتوجيه سؤال بعد أن تترك مداخلتها القصيرة. أرجو منه أن يتواصل معنا عبر الشات أو يرفع اليد لننظم طريقة الاستفسار ونستفيد من أكبر عدد أو رقم ممكن من الأسئلة. تفضلي دكتور رولا شمس الدين، لماذا هذا اللقاء مرة ثانية؟ تسلم. يسعد مساكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وتكون كل أموركم على ذوقكم. أنا بشكرك جدا على هيدا الشكر وشكرا على التقدير، وبذات الوقت أنا بوجه شكري للناس اللي اشتغلت معي وراء الكواليس، لأنه كمان أنا نفسي ما كنت قدرت حصلت هيدي المنصة بظروف الظروف اللي عم يمرق فيها لبنان هلأ. فشكرا للي وراء الكواليس، شكرا لحضرتك، شكرا لجمهورنا، والله يقدرنا دائما نزيد النور والوعي على درب الجميع يا رب. شغلي ولا أكيد رمضان كريم، كمان تنعاد عليكم بالخير والصحة. ومن ناحية تاني كمان نحن اليوم بعيد العمال، فحبيت أنا بخصوص إنه هالصدفة، إنه إنفاك مش صدفة، بخصوص هاي المناسبة نوقف شوي. أول شيء نعيد كل إنسان عامل، تنعاد عليكم بالخير يا رب، ونكون شوي عم نعمل أبديت لمفهوم العمل عنا، لمفهوم العمل عنا. يعني عادة نحن لما يجي أبديت على أي ديفايس معنا أو أي شيء منفرح، منحس إنه في إشارة ضمنية لزيادة بالأداء، جودي بالنوعية إلى ما هنالك بيحملها هيدا الأبديت. من وقت لوقت مهم جدا مفاهيمنا حول الإشياء كمان نشوف إذا بتحتاج أبديت. فحبيت كونه اليوم عيد العمال إنه نكون هيك عم نعمل أبديت صغير على مفهوم العمل عنا. عن نفسي أنا بالنسبة لي كان عيد العمال أول ما كبرت وصرت أعرف الحياة، يس نهار عطلي، وما بدنا يجي الأحد لحتى نستفيد منه. بعدين كبرنا صرنا بدومين العمل، كان العمل بالأول أنه أنا بقدم شيء وبنتظر لقاء أو يعني مردود بالمقابل. بعدين لا، لما بلش درب الوعي أو خلينا نقول التنمية الذاتية، لا طلع فيه مفهوم للعمل يفوق أو بيوند أو أبعد من المفهوم اللي نحن بنعمله. فمن تجربتي الخاصة بدعي كل حدا قبل ما يقوم بعمل، بأي عمل مطلق، أي عمل، يفصل بين العمل اللي عم بيقوم فيه والمردود أو اللقاء اللي بده ياخده نتيجة قيامه بهيدا العمل. وبذات الوقت بعد هيدا الفصل يربط عمله اللي بده يقوم فيه بحالة من الجهوزية أو الاستعدادية التامة للقيام بهيدا العمل. نحن بنقلها بالطاقة حالة الامتلاء، ويمكن بتسمعوا بالطاقة بنحكي امتلاء وتفريغ أكتر. أنا لا أقصد الامتلاء المادي أو المدرك، ممكن يكون امتلاء معرفي، ممكن يكون امتلاء عاطفي معنوي إلى ما هنالك، بس هي حالة من التشبع التام باللي أنا بدي أقدمه لحتى صير أقدر أقدمه عن فيض. إذا بدي أخذ مثل لخليني أقول، أنا بدي أقدم عمل بزيد قيمة لنقول النظافة، أنا قبل ما أقدم هيدا العمل هل أتمتع بكل تحقيقي للنظافة داخلياً بكياني أنا لحتى أكون قادر أشوفه أو أطبقه خارجياً؟ مثل آخر فيكون المعرفي، يعني أنا بعلم، فأنا قبل ما أروح لفعل التعليم هل أنا تشبعت بالمعارف الكافية وحسيت بحالة الامتلاء والجهوزية هيدا لكون أنا فعلاً عم بعطي الآخر على الفايد عن فايد؟ أبسط شيء المحبة أو الحب، فاكت مش أبسط شيء، أنا إذا بدي أقول أنا عم بقدم عملي بحب أو عم بعمل هيدا الشيء بمحبة، استحالي يكون صح إذا كنت أنا بلعن الساعة كذا مرة بالنهار على شكلي، على وزني، على ظروفي حتى. فبدي يكون أنا فعلا إذا ما أكون موهومي إنه عم أدي هيدا العمل بحب، إذا ما كان في إشباع داخلي بهيدي الحالة داخليا. لحتى أعرف أنا
إذا مزبوط أنا محققة هيدي الحالة من الجهوزية أو الاستعدادية، مفروض أسأل حالي 3 أسئلة. أول سؤال هو هل هيدا العمل بيخدم سلم القيم تبعي؟ هل هيدا العمل بيخدم مبادئي؟ تاني سؤال، هل هيدا العمل بيعود بمنفعة لروحي، لكياني، لوقتي، لأيامي، للأثر اللي بدي أتركه بالحياة؟ وآخر سؤال اللي مفروض نكون من اللقاء الماضي عم نطبقه، هيدا العمل أنا بدي أو أنا مجبورة أعمله؟ وبعتقد الحل لقصة كيف نقلب إذا أنا مجبورة أعمله ليصير أنا بدي، يعني ردة الفعل لفعل حكينا عنه المرة الماضية. فهيدا الشيء أهم شيء بقصة أي عمل أنا عم أقوم فيه. قبل ما أختم، المفتاح اللي كمان بيأثر بجودة إنجازي لعملي هو ربط العمل باستثماري للوقت. يمكن ما حدا نبهنا عليها، بس العمل هو جودة الأداء تبعوله بتتوقف على اسأل حالي أنا هل عم بستثمر وقتي بأقصى استثمار بالشكل الصح؟ هل عم بيعود علي أو على الآخرين بأقصى منفعة؟ هيدا جوابي على هودي السؤالين. إذا ما كان نعم ونعم محرزة، أنا لازم عيد النظر بالعمل اللي عم قوم فيه. ولحتى لخص هيدا الابديت، لحتى فعلا يكون فيه بيفور وافتر، قبل وبعد، الابديت اللي عم نعمله اليوم مقترح اكيد اذا بتحبوا انه يتحول المعنى او التعريف تبع العمل اللي عم نعمله من سلوك يعود علي بمنفعة الى سلوك يضيف على الكون قيمة. هيدا القبل وهيدا البعد، من سلوك عملي نفع عن نفسي، بقول كان سلوك أو تصرفات تعود علي بمنفعة، إلى سلوك تضيف على هيدا الكون قيمة معينة. طولت عليكم، عندك أستاذ عمر وأنا بانتظار أسئلتكم. شكرا لكم. خليني بلش بسؤال من عندي. دكتور رولا، كما في الدين كذلك في النفس، الفجوة دائما في الدين بين التطبيق وبين المنشد الديني كبيرة جدا. يعني كل من حب يكون العالم يشبه الدين بسلامه وبروحانيته وبمحبته، ولكن عند التطبيق كل بشر، فهناك فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق. السؤال، نحن كيف، يعني بعض الناس يعلق في نقطة أنه نحكي نظري وجربت وما زبطتش معي وبعته كيس، وخاصة أولئك الناس اللي عندهم يعني عدم إصرار، مش ما نسميش أسماء أو مصطلحات سلبية، بتلاقيه بيقرر بده يبلش، بيقرر ثاني يوم ببطل، بيقوم نسيان كل شيء وبيرجع يعني بسلوكه أقصى مما كان عليه. طيب كيف يمكن أن نترجم هذا الكلام كله سوا إلى مرحلة التطبيق العملي؟ إلى ما نحتاج من عدة على الطريق لنطبق السلوك كما تعلمناه. تماماً، ما شاء الله سؤالك، رح بلش رح إلحقه مثل ما بلشت حضرتك فيه. كنت عم تسألي بالأول الدين والنفس، علاقة الدين بالنفس، فبلشنا والسلام اللي موجود بقلب الدين، وكيف خليني أقول العلاقة مع النفس هي الترجمة أو التمظهر المادي الحسي اللي بدي شوفه أنا برا. أول شغلي خليني أقول عن الدين. الدين هو عندنا الإنسان، وعندنا سبب أو علة وجود هيدا الإنسان هي الخالق، ففي علاقة بين الإنسان والخالق. الوسيط اللي دربنا أو نوجد ليسهل هيدي العلاقة كان الدين، اللي بجوهره عم بحكي عن كل الأديان تدعي بالمطلق إلى الخير، إلى كل القيم العليا، طبعاً لما فيه يعني زيادة جودة، تحسين جودة حياة الناس وإهداء هدايتهم للخير وإلى ما هنالك. بس عم نوصل لمرحلة عم نشيل الدين من فكرة الوسيط، أو نحطه أكتر من مجرد وسيلة. وسيلة تدريب بالأول هي بتكون وسيلة معرفة، وبعدين بتتحول وسيلة تدريب لحتى يصير التطبيق هو مثل طبيعتنا التانية، مثل ما بنتنفس وبتمشي الحياة بهيدي الطريقة، وبتصير ممارساتنا الدينية أو طقوسنا الدينية منعملها ومنأديها، من أبسط دعاء، من أبسط شغلة، ما ضروري أنا روح مشوار على معبد، لا، من أبسط شغلة أنا لما نخاف شو بقول، لما ننقز شو بقول، هاي الكونكشن هالقد بتكون. فهي أول شغلة لنشوف بالأول وين موقع الدين،
وين موقع النفس؟ وين موقع الإنسان اللي شقف منه النفس؟ وين موقع الخالق اللي هو أكبر من أي شيء؟ منفوت تاني خبرية على قصة الفجوة، فجوة التطبيق. فجوة التطبيق بالعادة مثل ما بعدنا عم نقول وسيلة، بتنشأ من إنه لخبطة بين وسيلة هدف. أنا أو وسيلة بالأول حطيتها وسيلة، بعد شوي تحولت لهدف، صرت أنا عب شوف انزعاجي أو عب نقي قصصي من قصة أنا يعني راضيان أو مش راضيان. هيدا اللي راضيان أو مش راضيان هو شو؟ هو وين؟ هو مين؟ فعادة منفوت أوقات بإشوز خاصة بالممارسات، بديش أقول الدين، الممارسات الدينية، منتحول فيها لاسترضاء ناس، لاسترضاء خواطر، لاسترضاء بشر مثلك مثلهم. أنت نفسك اللي حكمتهم عليك أو اعتبرت أنه هني سبقوك على هالدرب، فبحقلهم يعني يعني بديش يحددوا لك مستوى الرضا. فأول شغلي لحتى فعلا أنا أكون نازلة بعضلاتي طبق من المستوى النظري على المستوى التطبيقي، بدي أكون متحررة. إذا أنا نازلة على الحلبي مع مخاوف الحلبة، منشان ما تقليش الحلبي، على الحلبة مع مخاوف، فبهيدا المحل أنا أكيد طاقتي ناقصة ومخاوفي عم تستنزفني. فأول شغلة خلينا بليز بالدين نعرف نحطه بمحله الصح، نلحقه بالطريقة الصح، نهتدي على الضرب الصح، ويكون نهاية المطاف الخالق. هيدي أول شغلة فعلا بتعطينا أمان وسلام وبتخلينا فعلا نتحرك. تاني ستيب اللي هي النفس، هونيك اللخبطة الحلوة. تاني ستيب اللي هي النفس، النفس مثل ما قلنا مكونات، شفنا عقلنا الباطن قدي فيه مكونات، فعلا بتكون فايلات عم تجي من تجربتنا السابقة، من اللي تعرضنا له، من خزاننا العاطفي، من الحذف والتشويه والتعميم، فلاتر عقلنا الباطن. فكمان ما بتكون الرؤية جلية مظبوط بهيدا المحل. كرمال هيك نحنا شغلتنا التاني هي إنه نرجع نشوف ملفات النفس كيف مرتبة، ونعيد ترتيبها فعلا قبل ما نبلش بالتطبيق. لأنه السبب اللي حضرتك وصفته بطريقة كتير دقيقة، إنه أنا بلش متحمس، شوي بعد شوي ببلش يتراجع هيدا الحماس. وبهيدا المحل اللي كمان يعني استذكار علي شرحناه المرة الماضية، هو البارادايم، إنه أنا أوريدي بيكون عندي عادات أنا ماشي فيها. هيدي العادات اللي أنا ماشي فيها بدي أحطها على طاولة الغربلة إذا صح التعبير، وأفصل منها العادات المفيدة لأهدافي وتطوري بمستقبلي، والعادات غير المفيدة اللي عم تضيع علي وقتي واستثماري بهذا الوقت. فأنا عاداتي الإيجابية أبقي عليها، وبلش يعني بفتش عن عادات أخرى فيها تخدم بالأول قيمي. القيم شيء مش مدرك مثل ما اتفقنا، رصيد كوني. هودي القيم شو هني؟ الأفعال الأرضية المدركة اللي بتخدم هودي القيم، وشو هو نوع الأفعال اللي بدي بلش فوته على السيستم اللي بيحمي العادات؟ يعني بدي هاي الأفعال تبلش تتحول لعادات لبلش أنا كرسة. ومثل ما قلت عندي أو 7 أيام أو 21 يوم أو 40 يوم، في طاقة معينة بتخليني حس، لأني أنا عم بطلع من الكومفورت زون، لأني أنا عم بكسر روتين إذا صح التعبير، بتخليني بهيدا المطرح حس أنه أنا في شيء جديد، فبعدني ما صرت كتير ألاز معه، مرتاحة معه، بدي وقت لحتى تكون دخلت هيدي العادة السيستم، وفعلا بصير بعملها بكل إنسيابية، وبصير حقي وبصير إنجز إلى ما هنالك. خلينا نقول اللي حابب يطرح سؤال يتفضل يرفع ايده ويحكينا على تشات. عنا من الاستاذ عطلة ديب او ديبس عايبس، استاذ عطلة دعايبس، يا هلا عايبس، بالتوفيق، حلقه منتظره. اخت سوسن نجار بتقول مساء النور دكتور، مساء النور والسلام، مش بس النور دكتور غالي رولا، حضورك منبع للغبطه الداخليه، ادامك الله، والله يديمكم جميعا. اتفضلوا، المجال مفتوح لي. مداخلات للأسئلة للاستفسار، نحن بانتظار أسئلتكم. إذا ما بتعرفوا إذا في حدا ما بيعرف يرفع الإيد لنفتح الميكروفونات للكل، بس لأنه مرات أوكي. دكتور حكمة تفضل، أستاذ حكمة تفضل. مساء الخير للجميع، مساء النور،
ويعطيكم العافية، وأنا سعيدة بكما. دكتورة رولا، خليني أسأل عن اكتساب العادات وما يليها. يعني بالضبط، لنفترض أنا طبقت تغيير عادي ما، كنت مثلاً أنا من الناس اللي أوعى بالليل وعندي بوعى مثلاً لمدة ساعة يومية بنفس الوقت. بعد ما أنا يعني تعرفت منك على هاي على طرق، يعني هذا من هالأمر من سنتين صار ما كان يصير معي، وكيف أنا ممكن أغير هالعادة، تغيرت هالعادة بالفعل الوسائل اللي أنت ذكرتيها، الأساليب اللي ذكرتيها يعني بالحلقة السابقة. لنفترض أنا تغيرت العادة هاي وصرت أنا عندي نوم منتظم، واللي كان عندي مشكلة فيه لأنه كنت لما أوعى وأرجع بدي نام، أرجع أوعى الصباح لعملي وما يليه من الشغل كل النهار كان مرهق، صح؟ طيب أنا تغيرت هالعادة وصرت أنا عندي وقت نوم منتظم. فرضاً هاي الأمر اللي أنا كان يحدث معي ربما بيعود بعد ما أنه تغير، أنا ما عدت عندي إنزعاج منه وخلص، أساساً هو صار اكتسبت يعني وسيلة تانية لحتى أنا أتجاوزه في حال صار. بس هل ممكن أنه يرجع يحدث بس ما يترك نفس الأثر السلبي اللي كان سابقاً نتيجة تغير العادي نفسه، أم نتيجة المعرفة اللي صارت عندي أنه أنا حتى لو رجعت هاي الفترة اللي كانت مزعجة بالنسبة إلي ما بتترك الأثر السيء؟ يعني وين المكتسب هون، هو المعرفة بس أو المعرفة وأنه صار في نمط داخلي هو اللي عم بيقودني؟ نعم. وشكرا، الله يخليك، شكرا لما سبق وشكرا للآن لإجابتك الآن. يعني اللي بدي أقوله بالنسبة لأنه معقول نحن شيء غيرني أو عادي خلصنا منه إنها ترجع، أنا رح ترجمي الداخلية لهيدا السؤال. أي شيء عملنا إعادة برمجة لإله داخليا على نطاق العقل الباطن اللي تحرر ما بيرجع، ولكن في مثل كتير بحبه بالتنمية اسمه الإنسان كائن برسم التغيير. نعم، كل لحظة كل لحظة عم نتغير، عم نعمل عطول تفاعل بين عالمنا الداخلي وعالمنا الخارجي. أوقات بيكون عم بيعمر، أوقات بيكون عم بيهدم، أوقات بيكون إيجابي، أوقات بيكون سلبي. بالحالتين رح يقعد بمحل ما. محل ما رح يقعد، رح يبلش يتفاعل، رح يبلش مثل بدري وتشرش. فأوقات بيكون التمظهر الخارجي هو ذاته، إنه مثلاً أنا كنت عم فيق بالليل، عملت السعي اللازم، حررت السبب، بطلت عم فيق بالليل، مشيت فترة منيح، قام بعد فترة رجعت العادة اللي أنا عم شوفها وين؟ سطحياً، خارجياً، برا. انفاكت هالمرة صحيح رجعت وأنا عم بوصف صح اللي عم بيصير خارجياً، ولكن جذره لتحت مش شرط أبداً يكون نفسه اللي تحرر. وبالغالب من وراء كل الجلسات اللي بنعملها كهيلرز بيطلع إنه رجع نشأ سبب جديد وصل لهيدا المحل، نشأ سبب جديد أدى لهيدا لأنه يرجع ترجع تتمظهر العادة نفسها. بس بهيدا المحل لازم نبه على شغلي أو وقف بالأحرى عند شغلي، دايماً بقولها بعد الجلسات، ضوء الشمعة قدام نور الشمس ما بيبين. لا، كيف يعني؟ أوقات كتير الشخص بيجي مزعوج من شغلي هو محددة، لأن هي هالقد عظيمة وكبيرة وعليها وطأة كتير مضايقته، فبيجي على الجلسة بيخبر أنه أنا عندي هيدا الشيء بدي حرره، أو هيدا الشيء بدي شيله، أو بدي أخلص منه. فنحن شو بنعمل؟ بنعمل الجلسة وبنحرر هيدا الشيء مع كل شروشه وجذوره. إن فاكت هو بيكون منه لحاله، بس وطقته بمثابة نور الشمس، لما شلناه أخذ قيمته ضوء الشمعة، وأوقات شمعات بيطلع لنا وراه. فنحن بس نسحب الجذور مع هيدا البليف طلع كل شروشه، ولكن أوقات بيرجع بيكتشف الواحد إنه طب أنا بعدني مش مرتاح، بعد مش من هاي الناحية، بس إنه بعد شيء عم ينكوز بهيدا المطرح بيكون بيّنت عندي شمعة، لما شلت ضوء الشمس بالعادة نرجع من الحقة وكمان نرجع من شيء الجذور. بس هي طبخة الإنسان من جوا بهيدي الطريقة. بحق لي بعد أحكي أو بطرح سؤال تاني أستاذ عمر؟ خلينا نرجع لك بعد شوية، إلا
إذا مرتبطين ببعضهم. إيه نعم، إيه مرتبطين. تفضل. إيه شكرا شكرا. هو بال يعني اللي أنت عم تحكيه، ودائما أنا بحب أسمعك يعني بشكل لحتى أفسر أنا شو اللي بيصير. يعني لنفترض أنا بنفس المثل، خليني إنه أنا وعيت، أول ما أوعى بقول أنا وعيت لأنه ما علي وهلأ بدي نام. فأنا هيدا يعني أنا ما بعرف اللي عم بيستمعوا إذا قداش قابل للتصديق، بس فعلا إنه هاي الكلمة السحرية إنه برجع بنام. كنت سابقا خلص وعيت، بعرف أنا مجرد ما أوعى يعني أنا وعيت من هالساعة لهالساعة، وعقلي خلص يقول هالساعة لإلي واعي، وأي محاولة ما كانت تخليني نام وتعب أو غير تعب ولا أي سبب. هلأ بسهولة إنه أنا إيه بسيطة إنه عيد بهالوقت، ما هلأ شوي بنام وهيك بصير. ما بحس على حالي، يمكن فكرت مرة تاني بالموضوع. فهو هيدا هو بعده هاي عم تقولي عنه ضوء الشمس، بعد العيد الكبيرة اللي أنا حررتها وصارت صحيحة. الأشياء التانية مش محلة معها، بس يمكن محل تاني، يمكن أمر بالنهار، ممكن صداع أو أي شيء تاني، بس هني كانوا مع بعضهم، بس هني مش بنفس المظهر بيظهروا عندي ولا بنفس الوقت ولا متلازمين كانوا. هيك قصدك؟ تمام تمام. مين بالضبط إذا بدي أقول رأي عام أو اقتراح عام صح التعبير، اللي بدكم تفيقوا علي برمجوا من قبل ما تناموا على، يعني مثلا أنا بيجي بدي صحح، الشخص بيكون عم بيقول لي عن حالي الصبح uncomfortable، مش مريحة لإله. نعم. أرمج قبل ما تنام على عكس اللي عم بيصير معك الصبح، وانتروا يعني حسي حالك إنه أنا رح تجي هيدي الفكرة وأنا أدى هيدا قبل النوم. نعم. مرة على مرة الحيز والقوة رح تصير على إنه ليش قصدي مش انتروا يعني جذبوا، بتفرق كتير حالة الانتظار. حالة الانتظار إذا كانت بحيادية هي مجانية، أنا ماشي ما في شيء عم يستنزفني طاقيا، وحالة الانتظار راح الصوت. دكتور رولا عندك؟ دكتور رولا دكتور رولا انت صرتي برا الانترنت. دكتور رولا دكتور رولا انت طلعتي برا النت، يا ريت ترجعينا. طيب خليني بس انا مدوم بينما ترجع دكتور رولا، خليني اقول لاستاذه حكمه. نعم. بتقديري انا كما في القصيده، انت عندما لما بتكتبي قصيده نعم بتبرمجي حالك قبل ما تبداي بالكتابه، يمكن بشي يوم يومين بيحكمك هذا حمى الكتابه والجو، ولكن نعم. بعد ما تغادرك القصيدة خلاص غادرتك. مثل ما بتقول الدكتورة رولا أنه إذا برمجنا حالنا وبغادر هذا الأمر لن يعود، ستعود القصيدة بشكل آخر ولكن لن تعود نفس القصيدة، يعني ستعود قصائد أخرى. نعم. تفضلي دكتور رولا، كنا عم نعلق بغيرك شوي، تفضلي. أنت عم بقول عفوا على راحة الإنترنت. وبعد ما أنا برمجت المايند سيت بهيدي الطريقة عم بتقول عني وصفتي بإني أنا رح أرجع نام لو عيد وبرجع نام، هي بالعادي كمان هيدا مفتاح فعال بالقصص اللي أنا بحس إنه عم تغلبني. فتش بالضبط شو هي الحالة اللي عم تغلبني وجزئة، يعني أنا شفت إنه أنا الحالة اللي عم تغلبني هي حالة القلق، وأنا الحالة دكتور رولا الصوت عندك مش ثابت أبدا، بدك تعمل حساب إنه عم يوصلنا ربع الكلام. هلا افضل؟ ايه هلا افضل بكثير. اوكي. إيه. لكن رح ارجع عيد، رح ارجع. اوكي. إيه. كنت عم بقول انه بالعادي نحن بنقدر لما اي حاله بنحس حالنا انه هي الحاله عم تغلبنا، اول ستيب نعملها انه نجزئها. اكيد في حالي المثل اللي طرحتيه حضرتك انه هو القلق، وانا الحاله المرجوه عندي هي الحاله انه ارجع نام. بالعادي لما انا استسلم كانوا يفوتوا ببعضهم جواتي، انا شو اعمل؟ انا فيق وبلش اعمل ريزيستنس لاني فقت، مش اعمل طلب لاني ارجع نام.
بالعادي نعم. اللي كان بيخليني استمر بالخلق القلق هي انه انا وعيت وانا صرت اعمل ريزيستنس اني وعيت، فانا لوين دايري طاقتي، لوين عم بعطي طاقتي؟ لاني وعيت، لاني يعني بدي ارجع نام، بس ما عم بقول بدي ارجع نام، لاني وعيت، فعم بعمل ريزيستنس على اني وعيت، فعم بيضل القلق. نعم. بالوقت اللي بس انا الاكسبتنس، انا ما انزعجت ولكن اعلنت انا شو حالي المرجوي اللي هي ارجع نام، حققتها ان فاكت جوا فصلتهم. فصلتهم لهو تكامل المتناقضات اللي هو ثنائيه الكون. دائما دائما نحن ولا شغله بالحياه، خلقنا من كل شيء زوجين، هودي اللي ربنا كل شيء اسمه ثنائيه الكون، ديواليتي، بهاي الطريقه مكون الكون. فنحن اي شغله فرجتكم منا بس وج، انتم روحوا للنقيض، هو موجود، يمكن نحن مش شايفينه، ولكن لما نعرف انه النقيض موجود ونعمل جواتنا الفصل بين الشغله ونقيضها، يعني بالضبط بالتنمية اسمها how you turn it on and how you turn it off، كأنه ديجونكتور. طبعا مش بهالبساطة القصص بتصير، بس بالتمرين كثير، بس تنشوفهم بهاي الطريقة بنقدر بطريقة أسلس انه نتحكم بعقلنا الباطن حتى ببرمجته. شكرا لك. روح لعند لينوفو، بس يا ريت تعرفنا على حضرتك لينوفو، معلش تعطينا الاسم. تفضل، مفتوح معك الصوت، تفضل. عم نسمعك، ما عم نسمعك، ما عم تحكي. لينوفو، طيب خليني اروح لعند ريما. ريما بينما يكون زبط وضعه لينوفو، ريما تفضلي، افتحي الميكروفون عندك. تفضلي ريما. بس نسيت الدكتور، اعطينا على حالك بس لو سمحت. اعطينا على حالك بس. ريما الغريب، شرفنا، تفضلي. انا دكتورة رولا، عندي عادي دايما بقوم بالليل بوقت معين، وبدل ما بحاول ارجع نام، لان بعرف انه نوم صعب اني نام، بشغل حالي يعني بكتب، بعمل شيء على الكمبيوتر. يعني هالشيء غلط يعني برايك او شيء صح؟ عاده لما تقلقي بالليل. تماما، بالليل عادة لما نقلق، هو ممكن إذا كان تمرين على acceptance، أنا بالعادي بتصرف نفس الشيء لو ما كان نفس الشيء اللي بعمله، بس دايماً بسأل دماغي إذا مذكرينه من مرة الماضي، إذا لحق وقلب من دلتا، طبعاً مرق بثتا وألفا صار بيتا، يعني بلش عقلي التحليلي يشتغل، يعني أنا بكامل وعي. بهيدا المحل بالعادي عن نفسي بسأل جسمي، يعني بحس أنا هل بعدني بحالة إرهاق شيء إنه بدي نام، بلجأ للتنفس الطويل والعميق لإرجع للألفة، بغمض عيوني أو بحط موسيقى معينة أو بحط مديتيشن معينة وبرجع بهيدي الطريقة لحتى إرجع نام. أو العكس، أنا لقيت حالي خلص مثلا حسيت جسمي منيح، رجعت له الحيوية، شبع نوم، إيفن لو كان بالليل بعمل شيء، بس بعمل شيء أنا لأنه بضلني بموجات بالليل ومع طاقة الليل قريبة من طاقة النوم، يعني العقل الباطن، مش قصدي النوم كنعوسة، لا، قصدي أنه لأنه بالليل فالطاقة المبرمج عليها هيدا الجسم هي النوم، يعني العقل الواعي نايم فبيشتغل العقل الباطن. بهيدا المحل اللي بنصح فيه أكتر يكون عندك كتاب حد التخت إيجابي هادف وترجعي لإله بهيدا الوقت، وما يكون كتير بده تحليل، يعني شيء هيك تبس ناعمين، رواية مهضومة إلى ما هنالك، ما يكون لا مأزية بسلبيتها ولا بده أوفر تحليل ليكون الواحد عم بحبس ليتعلم شيء، فما عم كون أنا أصلاً عم حفز البتة بدماغي بهيدا الوقت. بفضله أكتر بكتير على إنه افتح تليفوني ويبلش التخدير الدماغي اللي عم بيعمله الديفايس، لأنه بصراحة بالكثافة الحسية هيدي أكتر حالي قادرة تنعوسني، لأنه قادرة تخدلي، كيف لو أنا عم بحضر فيلم بسينما، قادرة تسحب لي كل تركيزي لإلها، فهي وصفحة بعد صفحة سكرول ورا سكرول، يلا يلا بلاقي حالي بعد شوي لاي، لأنه بلش خلص خدرت لي دماغي معه، أخد استولت لي على كل إدراكي، راح إدراكي عن جسدي، رجع جسدي لحالة الركود، قام بلش يعمل بيمبون إفيه مع راسي شوي، بلاقي أنا كدحت وبالعادي بيطبش بمنخاري
ففضل نقرأ كتاب ونرجع للنوم إذا حبينا نرجع للنوم بوقت قلق بالليل، أحلى من إنه نرجع لسوشيال ميديا أو ديفايس أو وات إيفر تاني. وإذا في شغلة عبقوم مع سلبية، لا بهيدا المحل يمكن عم بستفيد، بس بفضل نقعد بالتخت وغمض عيوني وروح بالنية أو بتساؤل لعقلي الباطن لشو سبب هيدا الشيء. وفي تب هلأ جينا لو استطراد، أول ما تفيقوا الصبح ما تفتحوا عيونكم دغري، لأنه مثل ما عنا الخمس دقايق أو دقيقتين الألفا ستيت اللي هني قبل النوم، عنا الصبح نحن بالعادة كلنا لأ حيويتنا والوقت ومنا نقوم باللحظة، أنا بين ما فيق وبين ما يكونوا صاروا إجري على الأرض تك بتاخد معنا بالوقت. إذا بتقدروا ولو بتكون تفيقوا على ألارم خمس دقايق، بنسميها الخمس دقايق السحرية، فيقوا قبل بشوي وطلعوا من الدلتا ستيت أو الثيتا ستيت للبتا، يعني مرقوا بالألفة تاخد حقها شوي، وخلينا ما نفوت على شاشة الوعي أي مدركات بصرية. بالعادة بهيدا المحل أكتر شيء بيفتح الحدس، يا بيكون عندي معلومات جاي من مناماتي، مش ضروري نتذكر المنامات أنا ما بقول، أو إشي مبرمجي أنا عليا قبل ما نام، أو أوقات جواب حدسي ومضى حدسية بيجي سببه بيكون إنه أنا في عندي تساؤل معين بحس واو فكرة، إنه من وين إجت هالفكرة أو لقيتها إجا الجواب إلى ما هنالك. هو كلياتهم بيحصلوا عند الصبح، فهيدي جينا على قصة مغمض العيون. بس أكيد بأي مرة أنا فقت بالليل وفقت مزعوج بخلي العيون مغمضين وبحط سؤال ضمني لعقلي الباطن، ما ضروري لعقلي الباطن يعني الجواب ما بيجي هلأ، لعقلي الباطن يعني أنا بالضبط بتخيل حالي كأني على وجه المي إلا إذا حدا عنده فوبيا من المي، ومغمضة عيوني والمي عم تاخدني أو الموجات وتجيبني، لأنه بعقل الباطن طاقيا جوا فلو اللي بيمشي. فلحاله لما نكون أنا بهيدي الحالة من الاسترخاء عقلي الباطن بياخدني، أوقات بقول أوف شو رجعني لعمر 8 سنين، هاي شو رجعني هني طلب ضمني مني لشوف أنا شو اللي عم ينكوز لعم يعمل لي هيدا القلق. وبالعادة في حال ضلت ساعتها لأ منلجأ لجلسات، مناخد الشخص مباشرة لثيتا ستيت ومنحرره منه، يعني بيعوز ساعتها مساعدة خارجية. شكرا شكرا دكتور رولا. شكرا. بنرجع لعند لينوفو، تفضل. أنا فعل إيد لينوفو، هاي تاني مرة نعطيك المجال. طيب نعتذر منك، سنذهب إلى سؤال تحريري وصلنا من قبل ما نروح لعند السيد اللي أعطينا رفعت يد. الأخت سوسن النجار بتقول هل يمكن تغيير ما دخل إلى العقل الباطن بشكل التعميم بعمل فردي، أم أن المرء يحتاج إلى مدرب حياة للقيام بذلك؟ يعني منغير لحالنا ولا بدنا مدرب؟ نعم، يسعد مساكي دكتور سوسن نورة. التعميم نحن بنقدر نعمل نشاط فردي يوصل بإعادة البرمجة، ولكن بهيدا المحل حسب عمقه داخلياً، يعني حسب تجذر هيدا خليني أقول المعتقد أو هيدي العادي. بس دايماً بدعي الكل أنه يجربوا بالأول بشكل ذاتي بشكل شخصي، وطبعاً رح يكون بشكل واعي. أنا عن نفسي لما بدي حرر معتقد عميق بروح عند حدا عنده نفس الاختصاص أو بنفس المجال، لأنه ما رح أدرك الثيتا ستيت بوعي. بس الأشياء اللي قدرنا يلا بوعينا وبقدرتنا الذاتية الشخصية ومعلوماتنا اللي متوفرة هلأ بيكون كتير منيح، جربنا ولقينا بعد عم تغلبنا بهيدا المحل لحتى يكون قادر يدخلنا بالموجة ثيتا، لازم ساعتها نطلب يد المعونة من الخارج. منروح لعند سيد آيفون عمال معروف، عرفنا باسمك لما تفتح الميكروفون، عرفنا باسمك لو سمحت، تفضل. أنا أعطيتك الاسم والميكروفون عندك مفتوح آيفون. مساء الخير. مساء النور، عارفين بحضرتك عمالي معروف. معك دكتورة إيمان الأحمدية يحيى، صديقة وقريبة للدكتورة رولا. مساء الخير دكتورة. مساء النور. أول شيء بحب سؤالي وجهه لك من الشق الأكاديمي العلمي، أنت بتعرفي بالإدوكيشن قديش نحن منعاني مع طلاب وخصوصي طلاب الثانوي الجريد 12، وبما أنه أنا بعلم مادة الفلسفة لهيدي الصفوف
فسؤالي لك، كيف فينا نحن نحول هاي المادة وخصوصا المواضيع اللي عم تطرحيها حضرتك، هي مواد أساسية ومواضيع أساسية موجودة بالمنهج، كيف فينا نحث الطلاب ليعرفوا هويتهم أكثر؟ لأنه بتذكر أنا مرة أول سنة قبل ما فوت بالمنهج سألت سؤال لطلابي ماشي من أنت؟ فبتتفاجئي إنه ما بدي عمم، ولكن تتفاجئي إنه نسبة كبيرة من الطلاب كان الجواب السطحي اللي هو التعريف السطحي الموجود بالهوية. نحن كيف فينا عبر قدراتنا نحن كأساتذة وعبر المعلومات اللي عنا إياها نحث الطالب على التفكير بعمق أكثر بهاي الأمور؟ وأنا برأيي أو ب يعني بعطي رأيي بهالموضوع إنه المفروض هيك جلسات تتعمم على المدارس وخصوصاً على هودي الطلاب اللي عم بفوتوا هلق على الحياة، إن كانت الجامعية أو المهنية فيما بعد، يكونوا مثبتين بهيدي الأسس، لأنه هو هن يعني الطالب لما يعرف يصير يجاوب من أنت صار بيعرف هويته، صار عارف مين هو. فبرأيك أنت شو التبس أو شو الأشياء اللي نحن فينا نحثها بهيدا الطالب ليصير عنده حشرية معرفة يتعمق بهالأمور أكثر، ما ياخذ المادة وكأنه مادة مثل التاريخ أو مثل أي مادة بحفظ بعبي وبيجي بفرغ بالمدرسة لأخذ علامة. وشكرا لكم. الله يخليك منورة. بالنسبة لمادة الفلسفة، هي بصراحة أنا عن نفسي بجريد 12 عملت فلسفة، بعد منا لما فت فنون كان في جماليات، فبالجماليات كنا ناخد أشياء فلسفية، كمان كانت مادة ناشفة وكمان من تجربتي مش أوفر حبيتها. وراحت الأيام لا بلشت بهيدا الدومين وفهمت أكتر فيه، والطبخة الداخلية للإنسان بلشت أعلم بالجامعة. وبالأول كان في مادة نقد فني، معنا دكتورة سوسن كانت تعلمها قبلي، فأخذت التوصيف مادة النقد. كان بالأول بعد ما دخلوا علي الفلسفة نقد فني، نقد فني للوحات، أنا كفنان تشكيلي عم بشتغل بهيدا النقد، وإذ بيجي تغيير بالتوصيف بتدخل كل الفلسفة، يعني كانت، هيجل، شوبنهاور، نيتشه إلى ما هنالك. فبالأول عن نفسي استغربت كتير المحل، لأن بعد السوفونير اللي موجودة هي اللي أنا أخدتها، بعدني بتذكر حتى اسم الدكتور مش راح أذكره، اللي كان يعطينا إياها بالروشة وكنا فعلا نحسها لود ونحسها شيء غريب عنا. بعدين لما فتت لقلبها مثلا على سبيل المثال لقيت كانت عم يحكي بالميتافيزيك، يه ميتافيزيك انه شو روعة، لانه هو عم بيقول في شيء ورا المادي اللي هو نفس هيدا العلم. فبهيدا المحل انا كتبس بنصح بشغلتين، اول شيء اعداد عميق للشخص اللي بده يدربه او يعلمه، واعداد اخر للمتلقي يمشوا ان بارالل. لما الفلسفة بغض النظر يعني أبسط شيء التعريف قد ايه وقفتي على قصة من أنت ولخبط بتعريفه لنفسه، فنحن منروح هون بتعريف المادة نفسها. الفلسفة شو هي بالضبط؟ الفلسفة هي الإمكانات العليا اللي بيوصل استثمار الصح بهيدا العقل، واللي الفلاسفة اللي عم ندرسهم هني وصلوا له كل واحد بناحية. فهو هاي صراحة أنا اللي عملت اللينك، يعني اللي عم تذكريه مرقت فيه بحذافيره، يمكن مع شوي صغيري أكبر طلاب، ولكن هاي كانت اللينك اللي هلأ بعلم مادة النقد الفني مع الفلاسفة، ومن أول الحصة بخبرهم عن عقلهم الواعي وعقلهم الباطن، وبقول لهم أنا كتير بحمد الله إنه صارت بين إيدي هايدي المادة، وبسمي لهم إياها بالضبط، أنا من خلال هيدا الفصل رح أعجن لكم دماغكم. فهني للحظة إنه كيف إن فاكت هي هيك الفلسفة it's a blessing، وحقيقي اللي بيعلمها إذا كان بهاي الكفاءة أو بهالحرص وتعب وسهر على جودة الأداء
وقدم لهم إياها بهيدا التاريخ. يعني أنا ليش ما حد يحسوا الشغل الغريب عنهم إذا صارت مثل إيدهم مثل عينهم؟ أي شيء برا ممكن تحسيه غريب عنك، لما نحكيكي بشيء داخلي سواء الدماغ أو العقل حتحسي قدي هو فعلا حيحبوا إنك عم بتخبريهم عشي موجود عنهم. فاللي بيقترحوا أكتر شيء إنه تكون المقدمة كمحاضرة أولى بأول الفصل تتسمى بتعريف الفلسفي، بأنه الوصول لهي الإمكانات. يعني أنا مثل عم فرجيكم إشانتيون لناس عملت الاستثمار العالي أو الأقصى للبوتنشل تبع هيدا الدماغ ووصلت لهون. فالهدف منه أنه خبركن لوين معقول توصلوا، ولما يربطوهم فعلا بأيامهم. يعني أكتر شيء مع الفلاسفة كنت أخد أقوالهم أشرح لي لازم ينشرح، والوقت الأكبر يكون بالأقوال، وأطلب من كل حدا من الطلاب بدي مثلا يفسر ماشي بالضبط علي مثلا، وشو بيطلع شو بينبسطوا لأن بيكون من علاقته بأهله أو من علاقته بطفولته أو قصص لعمرهم. يعني بتذكر أنا مثلا شوبنهاور كان للقصص اللي خاصة فلسفي مرجع كل شيء فيها للجنس، فأنا مثلا للمرة الجاية بعطيهم هيدا، لك أوعى حدا يغيب مرة الجاية رح نشرح هيدا التام مع شوبنهاور وشوف الحضور. فدائما كمان روحتنا لهواجسهم لاهتماماتهم بهيدا العمر المفصلي كمان هي طريقة بين قلبك وقلبهم قبل فكرك وفكرهم. صحيح الوصول لقلبهم هاي محققتي لما بيصير هني على زعلك مش خوفا منك. مظبوط تماما. الله ثانك يو حبيبتي، ثانك يو لك. دكتور معنا رويدة دكاك بسؤال تحريري بتقول: مساء الخير دكتور رولا والجميع، سؤالي: بعد تخطي شخص ما معتقدات محددة وارتقائه المفروض بالوعي، مثلاً كان له معتقدات معينة للتعامل مع الفقد والموت بإخفاء حزنه وإظهار قوته، وبعد تخطي الصدمة ورفع الوعي تعرض هذا الشخص لحالة فقد لشخص عزيز جداً وكان قد عمل على فقد تعلقه به ولم يتعامل مثل ما كان حسب معتقداته المحددة السابقة، هل من الممكن أن ينتكس من جديد ويعود للمعتقدات القديمة في مرات قادمة أم أنه سيستقر؟ إنه هون بخبر حزنهم إذا فقدوا حدا ورجعوا فقدوا مرة تانية، ينتكسوا ولا بيضلوا متمسكين ولا كيف؟ تمام، هيدا السؤال عميق جدا وبيخدنا لتقريبا ثلاث مطارح مختلفة عن بعضها. الأول مطرح هو استحقاق نفسي لعيش تجربة الموت أو الخسارة أو الفقدان مع حدا، هو أول شغل لازم أؤمن بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبلش أتمرن أنا على هيدا الشيء لحتى فعلا بهيدا المحل كون أول إشارة. أكيد العواطف بتاخد حدا وإلى ما هنالك، بس أول إشارة أو معنى وما بيجي بساعته كون أنا مدرب حالي علي بأنه ربنا اللي عم بيصير عم بفرجيني وسع نفسي. هيدا بالضبط مستوى عميق بنسميه اسمه قوانين الاستحقاق، إنه من عند ربنا تجربة لأسملي إياها هي عيش هيدي الغصة أو هاي المرارة أو هيدا الحزن بفقدان أو خسارة شخص. هلأ بهيدا المحل أنا يبحرره يبكبره، إذا مثل ما كنت عم تتفضل حضرتك إنه ما ظهر هيدا الحزن ما أخذت حدا العواطف، حتعمل شغلة عكسية داخليا بأنه تتفاقم بأنه تخليني هشي من الداخل وتخلي عندي تقريبا بشكل دائم حالة رفض resistance، لأن أنا مش شيء لطيف احمل بقلبي هالقد حزن أو هالقد مرارة. الطريقة الثانية بأنه البكي هو ارتجاج وما في تخريج أو إدخال للطاقة إلا باهتزاز. نحن بالعادة منقول ما حرزت لا يغشغشنا، بالعكس دمعتين مشي، هيدا البكي الحقيقي هو تخريج الطاقة السلبية هيدا، لأن في ناس كمان بتعطي كتير معاني غلط للبكي، فلا البكي من قلبه الشخص إلى ما هنالك. هيدا من ناحية إنه حررتها. هلأ حررتها وأنا مشي الحال عندي وبعد منها حسيت إني ارتحت ورجع، إذا فهمت صح إنه رجع فكيت تعلقي، بس بعد إذنكم
رفع الوعي. تعرض هذا الشخص لحالة فقد لشخص عزيز جدا، وقد كان قد عمل على فك تعلقه به. كان قبل ما يموت هو فك تعلقه به. فك التعلق به هيدي بال10%. انا مين اللي عملت ماسل تيست وانا ثيتا ستيت لعرفت انه 90% قالوا لي انه انا فكيت تعلقي فيه لهيدا الشخص؟ هاي الفكره هون مهم جدا، لان اوقات حاله الموت او الخساره او الفقدان بتفرجينا انه نحن مش مسلمين لهيدا الشخص، متهيأ لنا انه مسلمين. واذا حضرتك قادره تحكينا كلام او ترجعي تكتبي لنا، بهمني بس شو هو اللي اكد لي انه انا فكيت تعلقي فيه ولم يتعامل مثل ما كان حسب معتقداته المحدة السابقة. هل من الممكن ان ينتكس من جديد او يعود للمعتقدات القديمة في مرات؟ عملت ثيتا تيست. اوكي، سو حضرتك رويدا عملتي ثيتا تيست او الماسل تيست اللي بنعمله بالثيتا، فانت عملتي بريك انرجي، يعني اكيد انت فكيتي التعلق. فحسيتي بعد منه بس تراح هيدا الشخص العزيز انه رجعت الانتكاسي مع انه كنتي عاملي بريك انرجي معه. بهيدا المطرح فك التعلق بيكون حصل، ولكن يخدم الايجو ما بيخدم السلف. يعني فك التعلق اللي عملته أنا مع هيدا الشخص، مش عم بحكي عن رويدة، عم بحكي عامة، بيكون جوا بداخلي هو الهدف اللي من بسببه بدي أعمل فك التعلق معه، هو بيخدم الإيجو عندي مش السلف، يعني مش قيمة عليا. هو إيجو مش مرتاح، بده يريح حاله بهيدي الطريقة، مثل كأنه شغلي مش حلوة أنا برمطلها ظهري. إن فاكت هي ما شلتها، بس أنا برمطلها ظهري، ولكن ما راح وجودها. أما يخدم السلف، هودي المستويين من وجودنا اللي هني الإيجو أو السلف، اللي هني عادة كيف بعرف أنا بأي مستوى موجود منه، بحدد شو هدفي من فك التعلق وبكتبه. بس تشوفوا هيدا اللي بكتبه هو أول شيء، هو أكيد لأن فك التعلق بحدا يعني في other، بس أنا بقول لي أنا بدي فك التعلق بحدا بالعادي، إذا كان لفهمه قيمة نفسه أو مش عم برجع بقول، عم بحكي من الجلسات ما بعرف شيء عن رويدة كرويدة. أعطيناها الميكروفون، خليها تجرب توضح فكرتها تحبي إذا بتحبي. أكيد. مرحبا دكتورة، مرحبا سيدة جميعا. هلا انا اللي كان يصير معي انه انا كنت حدا عنده تعلق شديد بالناس، واشتغلت على هذا الموضوع كثير، واشتغلت على موضوع رفع الوعي عندي، وتخلصت من هذا الموضوع. فسبحان الله جيت بعديها للاختبار بفقد عزيز، وكان تعاملي مع الموقف طلعت كل الحزن واخذت وقتي وتعاملت مع الموضوع باريحيه تامه، والحمد لله انا بعتبر انه مرق، يعني إلي شيء تقريبا 9 أشهر الموضوع مرق بسلام. هل ممكن إذا تعرضت لفقد شخص آخر إني أرجع للعادات المحدة والمعتقدات المحدة السابقة، ولا أنا رح أقدر أتعامل مع كل حالات الفقد القادمة بالأريحية وبالوعي اللي أنا قادرة أوصل له هلأ؟ هذا كان سؤالي. تماما، شكرا. هلأ فهمت السؤال صح. شكرا، شكرا لإلك. بيخليك الفكرة، أكيد الله يرحمه، الفكرة اللي انه نحن اذا عملنا قفزه وعي معينه بالحياه، هي كيف بتجي؟ فهمنا الكون كيف مركب، وفهمنا استحقاق نفسنا بفقدان شخص شو اسبابه، واكيد نحن ما بنعرفه. يعني هيدا الشيء بالحياه اللي الشخص بيكون عايش يومياته ليكتشفه، اللي هو خارج نطاق تحليله وادراكه وحساباته الى ما هنالك. هلا طالما انه حضرتك عم بتقولي انه فقدان هيدا الشخص مع هيدا الوعي بقدر اقول خضتيه بنجاح، في اكيد بروسيجر بنصحك جدا فيه، وانا كنت بالابداعيه استعمله مع طلابي بالجامعه. هل زقفتي لحالك انك نجحتي؟ الدماغ مثل الولد الصغير، بس تيعمل شغلي بدك اياها عادي محببه، ضروري بينطر هيدي الزقفة، هيدا الإطراء، هيدا التشجيع، هيدا ثناء، هيدا كتير ضروري. والعكس، فنحن بعيده من بس تزقفيله. الولد الصغير لو قال مسبي عفوا زقفيله رح يعيده، لأنه دماغه بعده ما تبرمج صح وغلط محكمته الداخلية، دماغه بس بيعرف زقفتيلي فأنا بتني وبعيد وبعيد وبعيد. فاللي بيصونك بهيدا المطرح
أكتر شيء كونك نجحتي مثل ما فهمت من سؤالك كيف الوسيلة لحتى حقق استمراريتي بهيدا النجاح. نحن بشر وعطول معرضين، فأنا هني حالي باللي حققته وبدعي كل حدا مش بس بتجربة فقد، أي نجاح معين كنتي طالبتيه عملتي سعي النفس وسعي الجسد لشفتيه قدامك تحقق، تعودوا عليها كطريقة بالتواصل مع ذاتكم. بهني نفسي بالطريقة اللي بدكم إياها الاحتفالية، كيف بتكون بحكي معين على المراية، برابط شرطي بنعمله بجسمنا، بصرخة معينة إلى ما هنالك، ربطوها شرطيا بشي وصيروا بلشوا هنوا نفسكم على المينيموم إنجاز، بتلاقيها بعد فترة سلكت على كل شيء. أنا رحت من سؤالك لعمم إشياء تاني بس أكيد بهادفي، وهيدا الشيء اللي بنصحك فيه لتكون تكوني فعلا محصنة وفعلا عم بتزيدي وتكرسي نجاحك اللي ببارك لك جدا فيه، وأكيد بهيدي الطريقة بيبقى على استمرارية وعلى دوام. والأشياء ما ننسى إنه الأشياء اللي بدنا إياها بحياتنا على زيادة هي فعل الشكر. فعل الشكر، نحن في قانون كوني قطع مرور الكرام بحياتنا، يمكن لأن ما حدا شرح لنا إياه. شكر نحن منفكر من تمنا، شكر هو فعل مش قول، والشكر له 3 steps. أول وحدة الإقرار إنه اللي أنا عليه هو من رب العالمين، تاني وحدة هو الحمد، وتالت وحدة هو الإنفاق. ولي أنا هالقد قلت إذا بدك هيدا الشيء يزيد شكري، لأنه حسب الآية الكريمة لئن شكرتم لأزيدنكم، ما قال لئن حمدتم. فالشكر نحن منشكر ومنقول ليش أمورنا مش على زيادة. In fact الشكر فعل ويتألف من 3 اللي ذكرتهم. فأنا أول شيء إقراري إنه كل ما حتى نجاحك اللي حضرتك علي هلأ أنجزتي إقرار من إنه بإنه من رب العالمين، قسمي من رب العالمين، حمدت ربي على إني حصلت علي. والإنفاق، الإنفاق ما بيتم فعل الشكر فيه هو أن أنفق بما ربي عطاني، عطاني مادي أنفق بالمادي، عطاني معرفي، هلأ اللي عم بعمله أنا اسمه إنفاق معرفي، لتكون معارفي على زيادة. واللي حضرتك عملتيه ولازم تشكري عليه هو هيدا الاتصال، هيدا التسليم، هاي قفزة الوعي. فلحتى تكون على زيادة عملي أي أكت بالحياة بخليك تنفقي منها، يعني ترشدي الآخرين من خلال تجربتك. نرشد مش يعني نزيح الأشخاص، مثل ما قلنا بالبرمجة اللغوية العصبية التغيير بالنفس والتأثير بالآخرين. أثر من يعني رصانتك و صلابتك تجاه اللي صار، تكوني رول موديل للآخرين اللي عم بيشوفوكي، ولما نحشريتهم تخليهم يسألوا عن السبب، بتكوني عم بتقدمي بطريقة غير مباشرة الوسيلة، وبهيدي الطريقة بتكوني أنفقتي منها، فهي ببارك لك فيها، سوف تكون بإذن الله على زيادة. شكرا لك دكتور رولا. معنا الأخ رجاء العلي، تفضل عمال ما نفتح الميكروفون. مرحبا. بس حبيت مسي على الدكتورة رولا وعلى الجميع، واعتذر انه فت مأخر بسبب مشاكل بالانترنت، وبنفس الوقت اطلب اذا فينا نحصل على التسجيل، اذا حدا سجل هذا اللقاء فبكون ممنون. سلام يا دكتورة رولا للعائلة، انبسطت كثير كثير، فما عني فت مأخر، انبسطت كثير بهذا اللقاء. تسلم، الله يخليك، تسلم. أستاذ رجاء، الحلقة مسجلة وسيكون الرابط بمتناول الجميع عبر منصات اليوتيوب والفيسبوك وعبر الإيميلات أيضا والواتساب. أهلا وسهلا فيك. طيب خليني أنا أسأل سؤال، عندي أنا سؤال شخصي، أو مش شخصي الأحرى، سؤال من جهتي أنا. أحيانا كثير أولادنا بالتين إيج بحبوا وبيدفعوا ثمن هذا الحب إذا فشل مشاعر كثير عزيزة وغالية، وبيصيروا يعانوا وبيفوتوا بنفق الفقد اللي سألت عنه الدكتور سوسن من شوية أو الأخت رويدة من شوية. وبتصور أنا مريت فيها، مش بتصور، أنا أكيد مريت فيها، مش بتصور حقيقة، وبتصور كلنا هون مرق فيها. ما هي الوسيلة حتى لنخفف قدر الإمكان المعاناة عن أبنائنا إذا حبوا وفشلوا؟ تماما،
هي الحب بعمر المراهقة ببلش طبعاً بنسميه حب، وفعلاً في ناس أنا بشوف من الجلسات بيضلوا أنه بدي أعمل بريك أنرجي مع هيدا الشخص لأنه حب الأول، فبتضل الوطأة لأنه كانت أول تجربة، أول مغامرة، أول مرة حطوا على سلوكيات أو تصرفات هيدا المعنى. هو بالضبط بيكون ميل لاكتشاف الجنس الآخر، وبيبلش بالأول من اكتمال نمو عضوي، وإنفاكت لما نحكي طاقة ومادة بالأول اكتمال نمو عضوي، ولكن يتترجم طاقيا بانجذاب للجنس الآخر. هيك ربنا كونه فينا، بتبلش هيدي الطاقة. فنحن أول ستيب هي طبعا يا ريت كنا بهيدا الوعي لنقدر نعملها مع أولادنا بالوقت الصح، لأنه بيبلش هيدا الميول. الأفضل إنه نكون نحن بلشنا من قبل هيدا العمر بإنه نخبرهم عن التحولات البيولوجية بالأول، الفيزيولوجية كجسد، والتحولات الطاقية أو قبل النفسية حتى الطاقية، لأن كل إنسان فيه طاقة أنوثة وطاقة ذكورة. كل إنسان بالطاقة فيه اثنين، في إشياء من اختصاص الطاقة يعني طاقة الأنوثة في الأنوثة فيه، وإشياء من طاقة الذكورة، وهيدا التكامل اللي بيعمل الإنسان. بهيدا المحل لما نحن نخبرهم كيف بتشتغل الطاقة وبتبلش تترجم مشاعر انجذاب وحب اكتشاف، أكتر شيء حب اكتشاف، لأنه كمراهق بيكون رايح لهيدا المحل بطريقة مش شايف غيرها، بطريقة مستشرس لإلها، مستقتل عليها هالقد. فأي معرفة عرفها بهيدا المحل بيكون الطرب الخصبي أو السفنجي اللي يلا مصطة، وهون بتبلش تصير اللخبطات الداخلية. إذا حظه حلو، بديش أقول حظ، يعني التقدير مريحة، وأخذ المعرفة من مصدر صح أو من شخص بيعرفها صح، بيكون من حسن حظه أو قدره إلى ما هنالك. ولكن إذا أخذها من مصدر غلط، كمان هو قديش عملت عنده داخلياً إشباعات، لأنه نحن قد ما بيكون راكد يكتشف برا صح، قد ما بيكون راكد يكتشف جوا اللي بيكون فعلاً بيجهله، حتى عضوياً بيجهله. أنا بحكي أنا عمري 40، الفكرة إنه كلنا كان في يعني الثقافة الجنسية إذا صح التعبير كانت تقريباً شبه معدومة، كتير خجولة، منروح فيها لدرس سيانس عن الحيوانات، بيكون هيك بتبلش، وبتبلش بيكون في محدودية كتير بعلاقاتنا بالآخرين، إنه رفاق رفاق رفاق. وأوكي مثلا عن نفسي تركوا لنا أهلي هالبيئة الاجتماعية إنه يكون عندنا رفقة، ولكن فعلا لما بلش قلبي دق مع حدا أكيد مش هالقد ماكن، لأنه بهيدا العمر لما بدو يدق بدو تمشي تسونامي تاخد بضربة كل شيء. فاللي لازم إذا حدا أوريدي قطع فيه، أنا أكيد بنصحه فعلا بجلسة لتحرير هيدي الحقبة العمرية. وبالعادي بالتايم لاين ثيرابي ما منفوت بس على المراهقة أو على الحب الأول، لا، منمشي منشوف الطفولة كيف انبنت، كيف دخل الشخص على المراهقة، كيف بالضبط اختبر إحساسه بجسده وتغيراته الفيزيولوجية، وكيف بلش يترجم طاقة ومشاعر وخارجيا مع الأشخاص أو مع الناس اللي حبهم. هيدا إذا شخص قطع فيها. إذا شخص إن شاء الله كله تتطور هيدي الثقافة وتصير، بتبلش من عمر 10 سنين، من قبل ما يبلغ، من قبل ما يبلغ في ألف باء الطاقة اللي هي بلش. حتى في ممكن أنا بهيدا العمر على قد وعيه للولد أو يعني على أبواب المراهقة، إنه يكون نحن حتى كياناتنا، نحن مثل ما عم نعلمه الدين، خلينا نعلمه خصائص روحه، مثل ما نحن عم بيقلنا عم حب، بدي شوفه، زعجتيني، ما بطيقك، بحبك، إلى ما هنالك عم نقله أنت من هون، من أي محل فيك أنت عم بتعبر، فهون النفس. فحتى بلش أنا قله، لأنه أنا هلأ بشغلي مع أساتذة كبار، بعد في ناس ضد الطاقة، فبضطر أسأل أوقات، أنت شخص بيفكر إيه؟ أوكي، طب حط لي بإيدي فكرة، يعني أخليه بلش يفكر مش بس بالأشياء التنجبل. وبعد منا بس فعلا يعرف إنه في شيء طاقة مش مدرك، بلش أنا أقله المشاعر بهاي الطريقة بتشتغل، كل ما هي القصة على صعيد المشاعر. هاي المشاعر لما تكون خاصة بإنسان براتي
بشخص أنا عم بشتقله أو بحبه أو بدي أعبر له، كيف الطريقة اللي أنا بعبر له فيها كلامياً؟ ومش بس لأن الكلام والسلوك هن القوتين الخارجيتين مثل ما ذكرنا اللي متعامل فيهم مع العالم الخارجي، ولكن هن انعكاس لقوتين داخليتين هن أفكارنا ومشاعرنا. فأنا مفروض خبر هيدا الشخص المراهق عن الباور زون تبعوله، أنت بتتكون من أفكار ومشاعر بتترجم خارجيا بكلام وسلوك، أنت حطيت هون فكرة تعلق، يمكن حسب بنشوف المينينجز تبع الحب، حطيت هون شعور حب ورحت أنا من خلال القوتين الخارجيتين لحتى وصلهم لصاحب العلاقة. بس تأعمل هيدا الإعداد الصح بالعمر الصح للشخص اللي بعده فعلا، بديش أقول كلمة تلوث مع أنه أعني ما أقول، لأنه الحالات اللي عم شوفها بلا استعداد وجهوزية صح عم نكلة فينا جدا نصحح أكيد الحمد لله، وعم نوصل على بر الأمان، وبقول استحقاق نفس، يعني ربنا كاتب إنه الشخص يمر بهيدي التجربة، ولكن هي منتفاداها بإنه لما نعرف المراهق على طبيعة أفكاره وبلش استنبط إذا بدك كتب مدرك أو عملي، لما نتفكر بهيدا الشخص شو الأفكار، حتى لو ما فرجوك عليها، لما نتحس تجاه هيدا الشخص شو طبيعة المشاعر، وانت كلفه حمله المسؤولية وزنة قدي منا خير قدي منا لا. طيب أوقات بيقلك طب شو هي المحكمة، منستنبط ساعتها انه لا في إعداد ناقص بعد يسبق هيدا الشيء. فبرجع ساعتها إذا بالأول ميزان الخير والشر، ميزان الصح والخطأ، الحلال والحرام اللي بيختلف حسب المجتمعات، إذا هيدا بعد مش واضح لكان لحظة حطولي هالعلاقة on hold، مش on hold يعني تركه on hold، لنكون قعدنا واتفقنا بالأول على الميزان، عملت الإعداد الصح لمحكمتك الداخلية مسؤوليتك أنت بقى بتوزن. بس كيف بستنبط أنا هل وأهم شيء بعمر مراهق، لأن أوقات بيجي بفرجينا أنا أدى شوي منتطلع منلاقيه مغلوب منجرف بالأشياء اللي عم تاخده وعم تسحبه إلى ما هنالك. فبهيدا المحل لما يعني بشوف أنا بهيدا المحل أنت جاهز، لا برجع step back شو اللي قبل ناقص. فأول شيء الإعداد الصح لمحكمتي الداخلية، تاني شيء تعريفي الصح لإله عن الباور زون تبعوله، شو فيه بأفكاره، شو فيه بمشاعره، وكيف الطريقة يخبرني عنه عبر الكلام والسلوك اللي اللي بده يترجم فيها هيدا الحب لصاحب العلاقة. ومن هنيك لما يعرفهم حيحس حاله ماكن، وحتصير تاخدوا الأشياء لأنه يفتح حوار مع الأشخاص ذوي الخبرة بهذا المطرح. طيب عندي سؤال تاني بعد لو سمحتي. نحن نعيش بمجتمعات كلها تعنيف، يعني التلفزيون يعني كثير من المقدمات الإخبارية تمارس علينا دور التعنيف. كثير من السياسيين عبر التلفزيون بيمارسوا علينا تعنيف، يعني مرات نكتشف أنه حتى قيادات تشتمنا كمواطنين. نحن في الأسر نعيش تعنيف، المجتمع بيعنفنا، مرات نطلع مع شوفير تاكسي بيعنفنا لأنه ما سكرنا الباب، لأنه ما بعرف شو، بالباص نتعنف، في كل مكان في تعنيف. التعنيف حتى يعني مشان ما نروح بس على المدرسة وعلى أنه الطفل ما لازم يتعرض، أنا ككبير عم يتعرض للتعنيف. هذا التعنيف هل ينبغي أن نشتغل على المعنف أم على المعنف؟ يعني على الضحية ولا على المفتعل؟ لأنه أنا أعتقد مرات كثيرة ما فينا نشتغل نحن على أنه غير المجتمع. فما هي الطرق التي تمكننا من يعني تخفيف أثر هذا التعنيف على الآخر؟ نعم تماماً شكراً. رح بلش بي لأنه هيك قطع بأول سؤالك المقدمات الإخبارية، اسمح لي قبل ما أوصل بالضبط لبالضبط مضمون اللي حضرتك سألته. المقدمات الإخبارية هي برمجة لا واعية لا تخويفنا، وأنا أشكر ما بعرف أي إذاعة من شان ما أكون عم بعمل دعاية، في إذاعة بتحط، أنا ما بحضر أخبار بس أوقات بسائب موجودة بمحل في أخبار، رغم كل شيء هولي كم دقيقة اللي دايماً فيهم تسليط ضوء على شيء حلو، على شيء إيجابي، على إنجاز، على تقدم، على اختراع، اكتشاف، أي شيء. فهيدي شو بس شوفوا قدي نسبتهم
قدام كل الوقت اشياء 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 سلبيه. الفكره انه برايكم حول العالم ما في اشياء ايجابيه عم بتتم بلا، ومش بس حول العالم، بالبلد بالوضع الراهن، خلينا نحكي دولار كورونا مثل ما بيوصفوا بواب حرب إلى ما هنالك، في بذات الوقت أدن عالم عندها نية تساعد وعالم عم تفتح أشغاله إلى ما هنالك. فعلا عم تتغير المايند سيت، كنا كلنا بعقلية الوظيفي لأنه مطمنين للدولة، فلتتنا الدولة، كل العالم رقدت على الأشغال، الأشغال الذاتية الخاصة إلى ما هنالك، هيدا بحد ذاته إنجاز، الإنسان عم يحرك دماغه أكثر من أي وقت بحد ذاته إنجاز إلى ما هنالك. فالفكرة كمقدمات إخبارية في برمجة ضمنية اللي تبع سعر صفيحة البنزين، أدى يوم الدولار، كسروا هون، سووا هون، تشكوا على بعضهم هون إلى ما هنالك. أنا ما بعرف أدى ممكن هيدا الشيء يتطبق، بدعي الناس إنه يبعدوا عن الأخبار، عن المقدمات الإخبارية اللي بتكون سلبية، والخبر اللي راح يوصل اللي لازم يوصلنا أنا هيك أؤمن بلاقي طريقه. السوشيال ميديا بين إيدينا، ضروري هالنص ساعة أو ثلاث أرباع الساعة اللي فيهم كب سلبي وأنا قاعدة لو حسيت مش هاممني، فما نحن قلنا سبليمينال بفوتوا على دينينا. فهي من ناحية إنه قد ما فينا نبعد عن الأشياء الإخبارية إلا إذا كانت نحن عم نفلترها، نحن أنا عم بدي أقرأ بهيدا المجال لأن بيخدم أهدافي بكذا. أما بقصة التعنيف، بقصة التعنيف وحلو إنه حضرتك عممته، لأنه مزبوط نحن لما التعنيف أول بكل صراحة أول صورة بتجي على راسنا أم ولدها، معلمة وتلميذة إلى ما هنالك. لما نقلت بكل يومياتنا بعمرنا عم نتعرض لهيدا التعنيف شيء كتير حلو، لأنه بقد ما وسخ الإنسان الطبيعة مش عم نتعنف مش بس من البشر. فالفكرة إنه التعنيف هيدا بغض النظر من وين إجا، بدي ارجع لشغلي هي لما انا اعرف، اذا بتتذكروا الحلقه الماضيه نموذج الاتصال حسب البرمجه اللغويه العصبيه، نحن قلنا اذا انا بقرصك وبتقول اي بين هاي القرصه والاي في الخمس عمليات الدماغيه اللي وحده منهم اخذ اللي صار معنا، فانا في محل ضمني جوا ما بخلي هيدا الفلو بالخمس بالجوله الداخليه انه يكفي، فانا المينينج ما بعطيه تعنيف، ما بعطيه اسم تعنيف، أنا بعطيه قصة اختبار، اختبار من عند خالقي، قانون التسخير جاب لي عن إيد هيدا الشخص أو عن يد هيدا الشخص أو هيدا الظرف، وأنا هو امتحان أو اختبار لإلي. أول شيء بعلي الأكسبتنس، راح الرفض أو أي الريزيستنس، وبالتالي أنا باختبار، فيلا يا شاطرة فرجينا شو بتقدري تعملي. وين كل طاقتي راحت على أني استثمر بردة فعلي، استثمر بأني أعطي معنى على ذوقي. فلا بين معنف ومعنف أكيد أنا ما فيني روح للمعنف لأنه others لأنه آخر، فأنا ما فيني شخص إجي إلو أنا، ما نحن قلنا التغيير بالنفس التأثير بالآخرين، فأنا ما فيني إجي إذا عندي نية تغيير بالمعنف ليبطل يعنف أنا رح أخذ باد كارما أنه أنا عندي نية غيره. الله خير نية عادة، لأن حتى كتب التنمر المتنمر له علاج والمعنف للخبطة داخلية عم بيعنف. فالفكرة أنا عن نفسي بعرف أنه أنا عندي مسافة بين المؤثر والاستجابة، بين الفعل وردة الفعل، بين الحدث الخارجي والسلوك الناتج عنه. فأنا بهيدا المحل أنا عبنسأل هل بدي اسمح لهيدي الطاقة تدخل كياني، مش التعنيف، هيدي الطاقة تدخل كياني من لما راسي عبيقلي طاقة سلبية لا. فهي هاي الفكرة. ودايما منقول نحن إنه إذا أنا جبت لك هدية وأنا عم بعطيك هيدي الهدية وإنت ما قبلتها، إن فاكت الهدية مع مين ضليت؟ معي. فنفس الخبرية إذا أنا وزنت بهيدي الطريقة شو ما عم يطلع لي من الخارج، كلام، سلوك، شو ما كان، أحداث، ظروف، أكسيدان سيارة، أنا عم شوفه أز هدية من خالقي، وأنا رفضتها يعني ما قبلت أخدها كطاقة سلبية، إن فاكت هي ضلت بإيدين اللي طلعت منه. هيدي أهم مايند سيت إنه بهيدا المطرح أنا ما فوت فيها. أما من ناحية المعنف، دايما أي طاقة خارجة من أي شخص هي خصوصا لما تكون سلبية وطالعة بطريقة لا واعية، هي من امتلاء وجودها الداخلي. يعني بتذكر مرة كنا بالهند عم بيقولوا له للمعلم تبعولنا إنه كيف غاندي اللي هو مع سياسة اللا عنف هو
مات بهيدي الطريقة، إنه كيف ما بيكون. فشو كان جوابه وقتها لايف كنا بحلقة؟ بيقول إنه من لما مشي بإنه جوع جسمه، هو مشي بسياسة عنف مع جسمه، فهو لقى خارجياً الدوز التمظهر الخارجي للدوز البسيط اللي كان حامله داخلياً. فأي حدا، منشان هيك أوقات كتير أنا حتى ناس بتسألني إنه ما انزعجتي ما تأثرتي، بيكون جوابي لا، لأنه كان بس إشارة بالنسبة لإلي، أخذت إشارة عن لخبطة مع الداخل، عن سوء علاقة مع الداخل، ولا مرة بيخدها بشكل شخصي. كل حدا بيتعرض وبتتسمى، يعني الشخص بيكون هو كفعل جاي يستهدفك، بنيته يستهدفك. طب وين نيتي أنا من الدق؟ أنا بقرر بسمح إنه يستهدفني أو لا. في وين الباور تبع الانتنشن تبعولي أنا بإنه شو أعطي المسمى؟ بالعادي إشارة صار عندي فكرة عن اللخبطة الداخلية الموجودة عنده اللي تمظهر خارجي أخذت شكل تنمر أو تعنيف تجاهي. عنا من الأخت جميلة ناصر، تعتذر إنه هي عندها اجتماع تاني وبدأ تترك، فبتتشكرك وبتتشكر الجميع وبتقول تصبحوا على خير. حدا عنده سؤال، حدا عنده تعليق، حدا عنده مداخلة، تفضل المجال مفتوح. جيد. طيب، بما أنه لا يوجد أسئلة ولا يوجد مداخلات، هل تعتقدين دكتورة أنه بإمكاننا نحن، يعني هل أصبحنا مجتمع قادر على أن يعقد حلقة مثل هذه الحلقات عبر زوم مع حضرتك أو مع أخصائيين آخرين حول العلاقات الجنسية وحول الجنس بشكل عام بحياتنا، بين الأزواج، بين المراهقين، بالمدارس، التحرش، هالأمور هاي بهذه الحرية يعني التي نتحدث فيها كما نتحدث الآن بهذا الموضوع، أم نحن ما زلنا غير مهيئين بعد؟ أنا بشوف هي ضرورية، ولكن هل نحن مهيئين؟ من بعد تجربتي اللي دامت لكون بكل موضوعية بعد ما هالقد غمقت 7 سنين، الطاقة الجنسية لحد اليوم ما بدي أقول بالعالم، بس حتى بعد ما اكتشفوا الكوانتوم فيزيكس في أشياء بعدها عم نكتشف فيها. يعني إذا أنا قلت أنا جاهزة أعمل لقاء، مش عن رولا، إنه حدا جاهز، إنه أو المجتمع جاهز يعمل، مين الشخص اللي بده يعرف صح هيدا المحل؟ ولي أنا جاوبت بهيدي الطريقة لأنه بصراحة كونه شغلي كله جلسات خاصة بالعقل الباطن، رح خبر تب صغير عن هيدي الطبيعة من بعد طبعاً بالأول دراستي لإلها، وبتشوف قصص عظيمة بس تتنزل على البلان براتيك على مستوى التطبيقي. بهيدا المحل طبيعة الجنسية بغض النظر تتراوح بين عمر معين وعمر معين، يعني في مارج معين تتفاعل فيه، ولكن هي الشغلتين اللي بيحكموا فيها كل حياتنا هي العمر اللي تفعلت فيه هيدي الطبيعة والطريقة. من أي لخبطة من تجربتي ببرمجة العقل الباطن اللي بتختص بالناحية الجنسية، أجمع بأنه دايماً بيكون الباتن بليف، يعني جذر الجذر المسؤول عن اللخبطة هون، أو تفعلت بعمر غلط أو تفعلت بطريقة غلط. طبعاً برجع بقول كله بيتصلح، برجع لشغلة تانية، طبيعتها كيف بتمشي. طبيعة الجنسية هي طبيعة بتبلش صغيري بتكبر، ولكن بيضل الشخص لي بتقوى لأنه مش نحنا إلنا جسد نفس عقل، حلو، جسد نفس روح، عفوا، بكثافة وجودنا الحسي هو قدام رهافة الطاقة، هو اللي أسرع شيء وأكتر شيء بده يحقق يشبع رغباته يشبع حاجاته. فكثافة وجودنا الجسدي الحسي اللي منحس نحنا إنه هيدي الطبيعة نمت بسرعة أو تفعلت بسرعة وإلى ما هنالك. شو بيصير؟
الطبيعة الجنسية بغض النظر كيف بلشت وتفاعلت بتبلش تكبر تكبر تكبر. أنا بشبهها دائما بكرة الثلج اللي نحن منبلشها هالقد ومنبلش نبرمها ونبرمها ونبرمها، بعد شوي منصير كذا حدا عم بيشدوا فيها، بعد شوي زادت عن حجمنا، بعد شوي قطعت علينا وسحقتنا. الطاقة الجنسية بهاي الطريقة بتشتغل، مننبسط بشي منفكر عم ننمي ومنفكر انه بعده ضمن كنترول معين، وشوف شو منحط عليه معاني شغلة. إذا لأن أنا بالعادة العلاجات اللي بعملها أول شيء بستنبط شو المينينج جوا للتحقيقات الجنسية اللي الشخص عم يعملها. فأول ما نشوف المعاني ما منلغي المعاني، هي إشارة داخلية جوا على هيدا الشخص شو عايز، فمنعمل كات بين اللي عايزه وبين من وين عم ياخده. لأنه اللي عايزه من لما نحطه بخانة عايزه، يعني هو حق له، يعني أنا هيدا الشخص إذا بدي جرده من اللي عايزه رح لخبطه. فأنا بلش بشكل لاواعي، لأنه بالمنطق طبعاً كل العالم اللي بيشتغل معهم العالم هني بدهم هيدا الهدف تحقيق ودوزنة هيدا الهدف، بس أنا عم بقول كمعرفة عامة جاي من هيدا المطرح. فبناخد المعاني، شو المعاني اللي عم بيحط الشخص على الأداء الجنسي، هاي أول شغل. منستنبط الأماكن الأخرى اللي ممكن الشخص يحقق منها هيدي المعاني بمعزل عن الجنس إذا هو بده الله خير. هلا بك تسألني طب أوكي مش لخبطة، شو الطريقة الصح اللي نحنا نحط فيها المعاني الصح على هيدي الطاقة ليكون تسخير شو قوة؟ برجع بقول قدام يعني البيك، الجنس هو البيك تبع كثافة الوعي الحسي هالقد. فأنا إذا عرفت سخر هيدي الطاقة بالعمر الصح بالمحل الصح، خدوا ما يدهش العالم. أول شيء أهم شيء أعرف إنه أنا بما إنه في احتمال إنه هاي الطاقة تغلبني، مفروض أتحصن. أتحصن مش يعني أتحصن اجتماعياً، مش يعني حكي الناس، مش يعني أتحصن، يعني أعرف شو هني الوسائل اللي بتخليني أنا القائد فأخذ بالأسباب. فالوسائل اللي بدها تخليني أنا القائد، في قدامي ميزان لوجيكمون بارلان، إذا أنا حطيت هون على الميزان شيء بدي حط ليوازي شيء قباله، بالعادي ما بلاقي، أو إذا بلاقي بلاقي كذا شغلي بدي جمعهم ليوزنوا وطئة الطاقة الجنسية. بهيدا المحل لازم أنا بلش أعمل اكزرسيس خاص بأنه أنا استخدمها، يعني كيف استخدمها؟ لما استنبط منها المعاني وأعرف أنه هي حق وهي حلال وهي ربنا شي خلقه بالإنسان، وروح ابحث حول خصائصها ومزاياها وكيفية سبل إدارتها اللي بينعمل فيها لحالة محاضرة، هونيك أنا بلش أعرف أنه لا عم بعطي حق للقيادة. أنا عم كرس سعي نفسه سعي جسده، وعم بستثمر بقيادتها، مش بأنه أتخبى بخيال أصبعي، مش بإهمالها، مش بكبتها. لأنه فريدريك داوتسون بيقول نحن بقدام ثلاث أشياء، إذا في هيدا الحاجة أو كبتة أو إشباعة أو تحريرة. كبتة سوف تتحول إلى قنبلة موقوتة، كل ما أكبت أكتر كل ما تكبر القنبلة. إشباعة رح يصير فينا مثل الأكل والشرب، أنا هلأ من شوي شربت ارتويت لهالقد وقت، بعد شوي بدي أرجع أشرب، فإشباعة بعد شوي بحس اكتفيت، بعد شوي بيرجع الإلحاح. تحريرة هو بر الأمان، هو المحل الصح، لأنه هيدي الطاقة كون أنا مش هربت منها، أنا شمرت عن زنودي ورحت واجهتها، بس واجهتها كيف؟ واجهتها بحضن، واجهتها بتبني هيدي شقفة مني، واجهتها بمعاني علوية صح، وساعتها بربطها بالمعاني الصح. لأنه بصراحة اسمح لي طالما هالقد غمقت، عبشتغل كوتشينج مع طلاب جامعة، قد ما عنا حتى ما نفوت بالجنس لأنه تابوه، خلينا نفوت بقصة الحب اللي إذا بحكيك بحب ما حدا بيقول عيب، بس أنا واصلة معي مع طلابي إنه يا حبيبي فكوا لي عن قصة الحب من أي ناحية، من ناحية إنه المعاني اللي نحن عم نحطها بالحب هي أساساً معاني منقوصة. فأنا منشان هيك ما فتت دغري بقصة الجنس إنه تعال أقول لك البديل اربطها بالحب، لا يا حبيبي، لا يمكن الحب
لا يمكن الحب يرجع بربط لك خبرية مثل الجنس فيه. فوصلت لدرجة بعد ما لقيت شغلة عامة عندهم أنه ناس بيخافوا لدرجة ما بقى بدي شوفه، لأن ما بلاقي حالي أنا وياه ممكن نعيش تحت سقف واحد. يا عمي مين قال لك هيدا الكريتير اللي بك تقيسي علي؟ ما تقيسي الأمور بحب، في إشياء أبسط جدا من تلاقي الناس مع بعضها. أنا بطلب من كل مراهق أو من كل شخص بلش يحس بشي بسميه هو حب، إنه نحنا سأل حالك مشاركة الوقت مع هيدا الحدا اللي بتفكر حالك بتحبه أو بتسمي حالك بتحبه بشو عم بتعود بكواليتي لحياتك فقط. نعم نعم نعم، هاي أول تب. أو ما تقله ما تحب، ما تقله عبرت صح أو غلط، ما رح نغير عفواً بلحظة ولحظتين. أنا نفسي كنت ظالمي مع أولادي، أنا نفسي عن عدم خبرة كمان يمكن وصلوا لمحلات اللي عبقوله شوي يمكن غريب لأنه ما كانت ماما بتعرفه أو ما تطبق، بس never too late. الفكرة إنه أهم شيء إنه نحنا قبل ما تقله في ستيب قبل الحب، في ستيب قبل الشوق، في ستيب قبل التعلق، نوجد مع بعضنا ونسميها مشاركة لهيدا الوقت. بس شخص وقبل منا برضو تحديد قيمه رح يعمل محكمة ذاتية ونقول لا لا ما لقيت حالي معه، ما لقيت حالي معه، مش قفزت لقصة ما بشوف حالي معه تحت سقف واحد. هاي الفكرة اللي نحنا لي، لأنه إذا بتفوت داخليا بالعقل الباطن جنس حب زواج ولاد ولخبطة اجتماعية وطلقات قد ما بدك، لأنه الفيرست ستيب المدماك الأول مبني غلط. فإيه أول شغلي؟ حدد قيمك، حدد مواهبك وأدوارك بالحياة، حدد شو بدك قبل ما تشوفه لهيدا الشخص الثاني، حدد شو بدك. من شوي كانت عم بتقول من أنت، حدد مين أنت دكتورة إيمان. هيدي لما نحنا يعرف الشخص هو مين وشو بده وشو قيمه وشو مواهبه وأدواره وغاياته العظمى اللي بده يلعبها بالحياة، هو مكن وحس بوزنه. فقدام كل هيدا اللي أنا استنبطته منه صار الجنس فعلا شقفي. لما أنا فهمته وزن نفسه ووزن روحه وكيف إذا استثمر بالروح بيقدر لوين يوصل، وإذا استثمر بالنفس بيقدر لوين يوصل، رح يقول أها في مقابيل الجسد مش لحاله، فرح يبطل هو متحكم فيه، رح يبطل هو اللي عم يقوده، رح يحطه بالفريم الصح بالدوز الصح. ومع الدوز الصح للجسد وكثافته الحسية بتتدوزن معه الطاقة الجنسية. المهم ما يكون في جهل، عدو الإنسان الوحيد الجهل. بس تنبلش نعمل الثقافة الصح جنسيا حيمكن ولادنا، حتمكن أدائاتهم وتجاربهم وإلى ما هنالك، ورح يقدروا يقودوا هيدي الطبيعة اللي فعلا إذا من فهمت صح وانقادت صح نعم هي طبيعة جدا خطرة. شكرا لك دكتور رولا. بس لانه نحن هلا بعد بفتح لك المجال الايفون، بس خليني مرق هذه الرساله لانه ما تعودنا ان نتجاهل اي سؤال، ولكن خليني اوضح. في سؤال من الاخ حسام، هل هناك رابط بين العقل الباطني والتقمص؟ اعتقد انه اتت اجابه الدكتور رولا شمس الدين في بدايه الحلقه عندما تحدثت عن العلاقه بين النفس والدين وتلك الفجوه بين الممارسه والتطبيق، فلا حاجه للعوده الى هذا السؤال. معنا الاخت نسرين، كانت رفع ايدها قبل حضرتك او حضرتك ايفون. خلينا ناخذ الاخت نسرين، تفضلي افتحي الميكروفون نسرين. لحظه مع تفضلي نسرين، تفضلي افتحي الميكروفون اعطيتك المجال. ايه مرحبا جميعا، ميرسي كثير على هال يعني الميتينج الرائع، اللقاء الرائع. شكرا دكتوره، شكرا استاذ عمر. بس بدي اسال سؤال، لما نحن نفوت نكون عم نعمل مثلا محاورة مع شخص ويصير في استفزاز بمطرح يعني يستفز الداخل، شو أول خطوة بنعملها لحتى ما ننفعل ويكون ضرب على وتر حساس بس بعدنا مش واعيين، فمنقوم منعمل حالة انفعال وبتصير في بلوك بالتواصل؟ فشو أول خطوة بدنا نفكر فيها بهالحالة لحتى ما يصير في صدام؟ طيب
إذا السؤال بس أنا بدي أطلب من كل حدا بده يحكي يعني أنا لما بنرفع صوتنا قدام الميكرو تبع زوم بصير يعمل لوجن بصير يقطش، فخلينا نحكي نبقى بطبقة واطية ليوصل المسج مزبوط. إنه هي بدها تربح المعركة، يبدو إنه الأخت نسين في حال حصل موقف في استفزاز، كيف نربح هذه المعركة؟ نعم، بس بدي أطلب منها حبيبتي بليز استفزاز الداخل، إذا شوي بتوضحي لي، لأنه حسب بهيدا المحل في كذا أوقات استفزاز الداخل بيتم بحركة، أوقات بكلمة، أوقات بحدس. استفزاز الداخل بيتم يمكن ما بدر شيء ولكن حسيت بطاقة، فاستفزاز الداخل عن أي ناحية بيكون؟ مثلا نقول حكي شيء انفعلتي باللحظة، صار في انفعال وما عارفي أنت شو المشكلة، وصار بدك تعملي رد فعل، يا بتسكتي على مضض يا بتنفعلي، بس مش قادرة أحدد، بس بتصير معنا كل يوم بكتير قصص يعني. تمام، ثانك يو. الفكرة إنه أول شيء إذا أنا عم تجي ردة فعلي سريعة بشكل عام مش على أشخاص معينين أو موضوع معين، مفروض أنا أشتغل على ذاتي بإنه وسع المسافة بين الفعل وردة الفعل أو بين الاستفزاز وردة فعلي علي. هي إذا كانت بشكل عام. أما إذا كانت بمواضيع خاصة بيكون لازم اسال حالي انا ليه هيدي المواضيع عم تستفزني قبل وجودي مع الشخص او مع الموقف، او ليه هيدا الشخص عم يستفزني قبل وجودي معه. وان بلس بهيدا المحل يعني بقترح شغلي، ممكن نعمل حمايه مسبقه، هي كمان تدريب بخلي دائما السلف استيم يحكم السلف كونفيدنس. يعني انا من لما اللي عندي هاي سيلف استيم، ففي حوالي كيف الهاله المحيطه بجسم الانسان طاقه معينه انا اوير انها بتحميني، وممكن نحن مثل ما قلت مره الماضي بهيدي المودره انا بكثف الحقل الكهرومغناطيسي المحيط بجسمي كمان طاقيا. يعني اذا عم يدخل طاقه على الاورا او الهاله تبعولي بكون بهيدي الطريقه ما خليتها تفوت. بس اوقات لما هيدا الشيء بعمله استباقيا، اذا انا شخص عم حس على طول عم بستفز وعم حس انه مش انه ما حرزت بس انه بسرعه، فما عم بقدر اجيد او اتقن انه انا وسع الفعل عن رده الفعل او اخر الاستجابه عن حدوث المؤثر. بس ضروري بهيدا المحل انه ارجع بالضبط كمان لاستنباط المعاني اللي الكامنه، ومش المعنى، المعاني خلف هيدا الاستفزاز. لأنه لو ما لقى عندي تربة خصبة ما عمل هالقد هالطاقة اللي فعلا مثل ما وصفتيها حضرتك إنه سريعة كردة فعل وكثيفة. فهيدا الشيء يعني ضروري أعرف أدي، يعني عادة كيف بتصير مثل شرار، يعني مثل الغاز، وأنا بس أعطيته الشرارة لانفجر، بس انفاكت هو موجود، فإجا العنصر الخارجي هو الشرارة، فكرمال هيك أنا أعرف شو اللي جوا موجود اللي بهيدي الطريقة هيدا الشيء الخارجي ولعه أو يعني دفشوا على السريع يعمل ردة الفعل هيدي. خليني أمر على الملاحظات. في عنا الأخت نسرين أيضا حميدان بتقول بوركتي كلام ذهب. الأخت تمارا الديب، الأديب الراحل أمين الديب الله يرحمه، بترحب بالفنان الكبير نسرين حميدان وبتشكر كثير على هذه الندوة. وأيضا الدكتور سحر بتقول محاضرة رائعة، كمان الأخت تمارا ديب بتشكر على الندوة. بروف جعفر عبد، الإبداع لا يحتاج إلى تسويق، هو شأن داخلي وطاقة كامنة. يعطيك العافية دكتور رولا. إذن خلينا نروح إذا لعند الآيفون، رح أعطيك المجال الآيفون، افتح الميكروفون. عرفنا بحضرتك. سبق وحكيت دكتور إيمان الأحمدي يحيى معك. Thank you لألك. دكتور رولا، يمكن شوي الأسئلة عم تتمحور حول الإديوكيشن أو الطلاب. مثل ما بتعرفي إنه نحن الجيل اللي عم نربيه هلا في عدد كبير من الوسائط الاجتماعية اللي عم بتأثر بتربيته، اللي عم بتأثر بزرع مثل ما حكيتي مرة الماضي المعتقدات والمفاهيم اللي عم تترسخ باللاوعي عنده.
وكمان انت اخبر العارفين انه مره سأل دوركيم انه اي مرحله عمريه اضبط شيء لنزرع فيها هذه القيم عند جيل معين، قال لهم قبل ما يخلق بعشرين سنه، يعني عند اهلهم. فهذا الصراع اللي نحن عم نعيشه اليوم ما بين قديش انت كدكتوره واعي ومثقفه وعندك كل هالاطلاعات وعدد كبير من الزملاء الموجودين كمان عندهم هذه القدرات وهذه الطاقات الفكرية، قديش عم نعاني ما بين هذا الصراع اللي عم يعيش فيه الولد، ما بين المكتسبات اللي عم يأخذها عن طريق هذه العلوم اللي عم يتلقاها، وعن طريق إذا بدك المترسبات المزروعة بتربيته من قبل الأهل والوسائط الأخرى اللي عم تأثر عليه. قديش نحن فينا كتربويين كناس قادرة تفعل وقادرة تأثر بمجتمعها، قديش قادرين نحن ندخل هيك مواد أو نأثر بالأهل قبل ما نأثر بولادهم؟ يعني قديش نحن قادرين نعطي هاي المعرفة أو هاي الضوء للأهل لنصير نحن عم نشتغل بارالال مع بعضنا لا نصلح إذا بدك أو نرمم هالفجوات الكبيرة الموجودة للأسف بهيدا الجيل بظل الظروف اللي نحن عايشينها. وضحت الفكرة، تفضلي دكتور رولا. شكرا. الفكرة بالعملية التربوية فعلا هي عملية، حتى لأن كنا ندرس علم نفس فيها بطريقة أنه أنا بدار المعلمين 21 مادة، إذا بس علم النفس ما توفقنا فيها ما بيخرجونا للأسف. أنه شوف الأبديت من وين بده يبلش. علم النفس ذاته من 42 سنة اللي منعرفه نحن التقليدي عطانا عمره، هلأ صار فيه علم النفس الإيجابي. صح. فالفكرة أنه نحن اللي بيصير أنه الباز اللي محطوط عليها المناهج، يعني مثل ما تفضلتي حضرتك دكتورة أنه الأهل والطلاب عنصرين، هني فئتين أنا لازم أتوجه لفعلاً أطلع ماكني لتنيناتهم، ولكن آخر شيء ما في سيلابيوس وفي توصيف وفي مناهج يعني أدي أنا الحيز اللي بقدر غير فيه، مش عبقول استسلام أكيد، بس إنه عبقول بس خليكن عيننا على هيدا الحيز اللي هو نسبياً محدود. هلأ كأهل ورتنا المحدودين منا من طلابنا وأهلهم، أكتر شيء إذا بدي أقول مفهوم واحد وبقدر أقوله على كل الأصعدة، المحدودية عملوا كل اللي عليهم وأكتر، بس قدام اكتشافات العصر والطاقات الفكرية الحالية والدماغية والكمية إذا صح التعبير الكوانتوم حالياً، عم نشوف إنه يعني بديش سميها عجز، بس وين يعني وين كان الإنسان وين صار. فكرمال هيك بده الاشياء اذا بدي العوامل كلها اللي تؤثر بهيدا الهدف او بتوصل سريعا او بشكل متضافر مع بعضها لهيدا الهدف، هو انه اول شيء بدي اعمل مثل ما قلنا الف باء الطاقه البرمجه اللغويه العصبيه اللي ببلش برا، صار من الاول للصف الثاني عشر كله صار فيه. انت كيف بتعمل القياده الصح لدماغك، القياده الصح لعقلك، وبيبعثوا لهم ايميلات وألعاب العقل وإلى ما هنالك. هي شغلي لحتى، لأنه في كمان بارانتيز صغير، ما كنا نعرف أنه دماغنا لعمر 8 سنين بيكون اسمه دماغ خارق، الله يرضى على ديباك تشوبرا، من 8 صح. سنين وطالع بيتحول لدماغ أساسي. ما كنا، أنا عن نفسي ما كنا نعرف، وشو كنا ننذهل بالعالم اللي عم تتعلم برا، ما شاء الله عن عمر 17 سنة 18 سنة خلصت جامعة مش خلصت ترمينال. طب هني في ناس عارفانين انه الدماغ عن 8 سنين بيعمل هيدا الشفت، فهني عرفوا هاي الحقيقة فلحقوا بالمناهج النكوز ستيمولاسيون، ما بعرف شو بالعربي ستيمولاسيون لهيدا مثيرات، المثيرات لهيدا الدماغ بأنه يضلوا بعد 8 سنين أعطاك القيادة لإلك، سلمك دفة القيادة قادرة تعمل مثيرات لهيدا الدماغ ليضلوا ماشي كدماغ خارق. هن عملوا المناهج على هالأساس، لحقوا كل شخص بشو بتفرده. يعني نحن أنا عن نفسي قدي بعتبر فنان تشكيلي والإبداع، وما الإبداع لما نعرفنا بعد التنمية البشرية شو يعني الإبداع، الإبداع ما خصوش بالفن، الإبداع كل إنسان مبدع، كل إنسان في بذرة بده يسقيها لتعمل إبداع، مش اختصاص بس العالم الفنانين أو النحاتين أو الرسامين أو الموسيقيين أو إلى ما هنالك. فنحن لما نخبر الطالب عن إنه نحن وراك ومعك لتوصل لبصمتك الإبداعية، رح قلنا شو يعني بصمتك الإبداعية؟ البصمة الإبداعية هو المحل اللي بيوصل له الشخص باللي جابه على هيدا الكون، بتطلعي ما بتلاقي حدا،
كانوا يقولوا لنا أساتذتنا كل ما أنتوا أنجزتوا فرحتوا ياي، طلعوا في حواليكم ناس جابت نفس إنجازكم، مش هاي بصمتكم الإبداعية. It's a sign إنه بعد ما وصلتوا لبصمتكم الإبداعية. المحل اللي منقلكم تهانينا أنتوا هلأ حققتوا بصمتكم الإبداعية هو المحل اللي لما توصلوا بتطلعوا ما بتلاقوا حدا. أنا بهيدا لو الشعرة بهيدا، ودايما نؤمن انه في اضافات. كيف هاي البصمه؟ مثل ما ربنا سلام لاسمه قدر هاي البصمه ميزه عن كل شيء فيه خليقه، البصمه الابداعيه كذلك الامر، ومنشان هيك بنسميها البصمه الابداعيه. بذات الوقت لما نبلش اكيد بدوز القصه مع الاهل شوي دقيقه اكثر، لانه ما في انا بيو هيدي اللي بيجوا لنا على المدرسه هالعضلات وكذا، بكون نحن نفسنا مش قارينا. فالفكره انه الاحتواء بهيدا المحل انه نعطي للاهل مقترحات ونخليها مؤخره، يعني لما الاهل يبلشوا يشوفوا التغيير على اولادهم ببلشوا هن يجوا يبحثوا، ببلشوا مثلا انا بلشت فيها عادات غذائيه مع قدي بتنعكس، اللي بياكل كتير كاتشب وبيشرب كتير بيبسي تعوا شوفوا الطلمصة على دماغكم. بس تقللنا هيدا الدوز، بس من وراء تأثير بالطلاب تنعوا بهيدا الشيء، ضعفت، كانت عندها كتير أوفر ويت هيدا الصبية، ضعفت بلش انه جيت اما مفكرة بدي اعطيها انا ريجيم، مش الحال، بس جايت اما هي هيدا انه فاتحن لك هيدا، يعني خلص صارت بإيدك القيادة والتأثير. من هون بقى بتبلشي نصائحك وتأثيرك برجع بقول اقتراحات، لأنه أهم شيء اللي عم بيسمع اللي يكون أكيد effective listener، ولكن كيف الطريقة اللي أنت عم بتخليه مرتاح وعامل اعتبار لكيانه ووجوده وإلى ما هنالك، وعم بتقليله أنه بدك هالنتيجة خود بهودي الأسباب على نمطك، وأهم شيء on your own pace. الجملة السحرية حتى بالعلاجات بتلاقي ناس تقدمت أكتر من ناس، لأنه بمحل ما عادة دايما أنا الشخص الآخر، أنت الجلسة الجاي أنت بتقول في okay. نمط احترامنا لنمط الشخص سواء بالأهل ولا بالطلاب كتير بيعطي أريحية، وبيصيروا فعلا هني يحسوا بهالتأثير الدافي للمعرفة من خلالك عليهم، وبيبلش يمشي التأثير طلاب وطبعا بطبيعة الحال على أهلهم. الله خير قد ما بيسمحوا لنا نتصرف بالتوصيف، لأن احنا بمكان ما كمان حطلنا فريم. قبل ما نروح للدكتور سحر، في عنا الأخ حسام برجع بيسأل مرة ثانية، رح أقرأ السؤال احتراماً لطرحه ولكن أرجو أن نجيب لأنه موضوع شائك. هل لله دور في لحظة الموت أو موت الإنسان في حادث، أو أن دور الله، يعني أنا أتوقع أنه عليك أن تسأل الله يا أستاذ حسام، مش أنا ولا الدكتور ولا نستطيع أن نجيب على سؤال هو من اختصاصات خالق الكون سبحانه وتعالى. الأخت سماح زواري تقول: أحب أن أشكركم على اللقاء الرائع، وشكرا للدكتور رولا مخصوص على كل ما قدمته من تفيد لآليات العقل الباطن وأهميته في فهم وتغيير المعاني العليا الداخلية للحصول على حياة ذات جودة عالية. سماح الزواري، نعم نعم نورتي. الأخ سقر يقول: يعطيكم العافية على هذه المحاضرة الشيقة، معكم سقر البعيني. وأخيرا معانا أيضا آخر ملاحظة، خلاص طيب سنذهب إلى الدكتور سحر. الدكتور سحر وين صار؟ ترفع إيدك مرة تانية لنرجع ناخذك دكتور سحر. أبدو أنه أوكي، تفضلي معك الميكروفون، تفضلي. أنا بعتذر أنه أخرناك، معلش. أبدا يسعد مساكم جميعا، وشكرا لهالمحاضرة وهالحوار الشيق جدا، يعني أغنيتونا، وبعتذر أني اضطريت تأخرت لعندي التزام كان قبل الوقت. أنا مش رح طول، بس أنا عندي هيك استيضاح إذا بدك لأستاذ رولا. أنا بشتغل بجامعة معينة وعندي طلاب دايما بيجوا، كان بحكم أنه أنا بالخدمات الاجتماعية بيجوا بيلجأوا لي بمواضيع مرات ما بقدر أوصل لوجههم بالتوجيه الصحيح، وخاصة في عندي مشكلة من فترة مع بنت عم تعاني من مش تنمر، عم تعاني من تحرش شاذ، يعني بنت معلق عليها، وما قدرت أنا أعرف كيف بدي وجهها لهالصبية لحتى تقوى وتعرف كيف تصد هالبنت. يعني جربت تعمل لها بلوك على الفيسبوك على الواتس أب على كل شيء، صارت الصبية عم تروح تبرم على كل معارفها لهالإنسانة
وتزعجها من بطريقة خارجية. بهذا الموضوع كتير شغلة كتير حرجة، لأنه نحن صرنا عم نشوف حالات شذوذ جنسي كتير فاضح. كيف بدنا نعلم أولادنا أنه يقدروا يحموا حالهم بهذا المجتمع؟ شكرا لكم. بس عند هذه النقطة بدي أتوقف شوي دكتور، لا معلش. أنا أب مثل أي أب، ودكتور سحر طرحت الموضوع. يعني أنا إذا عندي بنت وإجت رفيقتها لعندها يعني عندها نزعة السحاق، ما بقدر اكتشف هالموضوع، وهي كمان مش كبيرة. وإذا جاي لعند ابني جاي وابني شاب وسهروا ناموا سوا ولعبوا سوا، كمان ما بقدر أعرف شو صار. هيدي النقطة شائكة جدا. يعني قديش فينا نحن نكون واعيين لمثل هيدي السلوكيات داخل البيت المغلق؟ صح، تماما تماما. بهيدا المحل أول شيء اسمحوا لي بلش بالمعاني اللي نحن حاطينا على قصة الشذوذ، لأنه الأكيد أنا يعني مش ما برضى بالتصرفات أو المتابعة أو أي شيء، بس أنا نفسي لو لقيتها من شاب كنت عملت منها قصة؟ لا. الفكرة هي قدي مدى تقبلنا لوجود هيدي الحالات وشو تفسيرها. مدى التقبل من وين بيجي؟ أنا حاطه طبي إنه يا مش فهمتها يا حسيتها شيء عاطل أو سيء أو سلبي. خليني بس بالأول أشرح لحظة شو هي هيدي الحالة اللي نحن عم نسميها شذوذ جنسي. نحن مثل ما سبق وقلنا الإنسان يتألف من مادي وطاقة، والإنسان فيه الطاقتين، طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة. اللي بيصير الإنسان الطبيعي هو عضوياً لنقول طاقة ذكر، وطاقة الذكورة فيه هي الدومينات يعني الغالبة على طاقة الأنوثة، طلع شخص طبيعي. نفس الشيء عند الأنثى، أعضاء وجسد أنثى، طاقة الأنوثة تغلب طاقة الذكورة، طلع إنسان سوي طبيعي أنثى. الفكرة بتصير بهيدي اللخبطة وين؟ لما عضوياً أنا من جنس معين وطاقياً أنا الجنس الآخر هي الطاقة الغالبة، جسد ذكر طاقة الأنوثة الغالبة، أو جسد أنثى طاقة الذكورة الغالبة، منوصل للي نحن منسميه بمجتمعاتنا شذوذ لخبطة، اللي هني كل التسميات اللي منعرفها عن هيدا الشيء، واللي تفضل فيه كمان أستاذ عمر كمان فعلاً نحن ما منكون ما فينا مثل ما قلنا انه نحن نعرفه او نستشفه بهيدي اللقاءات اللي منشوف انه وين. عاده كنا دائما ننقز ونحذر، اوعى تظهري مع شباب، عرفنا اوعى تظهر مع صبايا، اذا كان ما منشك الا اذا كان. لا، نحن هلا بمجتمع بتزيد الحالات جدا، بس مفروض اول شيء نحن تجاه اللي عم بيصير اول شيء نحمل طاقه تقبل جاي، تقبل وجود، مش تقبل يتحرشوا فيه، لا، تقبل وجود بالحياه جاي من فكره صرت اعرف كيف مكوني. هلا رح يقولوا لي في ناس تعالجت وشفت. بدي كمان هون لحظه صغيره افتح بارانتيز تاني، انه انا أينتا بيكون هي حالة عرضية الشخص بيتعالج منها؟ شخص خلق سوي ولكن عيش ببيئة حرفته، هيدا مش تشوه من الخلقة، لخبطة طاقية من الخلقة، هيدا الشيء بيقدر يعدله، سواء بنات يعني بنات تعرضوا لشيء ومشوا فيه، أو شباب تعرضوا لشذوذ كمان ومشوا فيه. إذا كان بعدين حاصل هيدا الشيء بيتعالج وبيخلصوا منه وبيكفوا حياتهم طبيعية على الآخر، بيكون عرضي. ولكن إذا كانت من الخلقة الطاقة الغالبة منافية للتشكل العضوي للجسد، ولا ممكن يتصلح، ممكن ندمر إنسان من وراها، ممكن نقمعه، ممكن نأذيه، ممكن نكبته، ممكن إلى ما هنالك، ولكن الطاقة راح تضل تشد باتجاه اللي هي ربنا خلقها مكونة بهيدا الشيء. هلأ كيف الطريقة اللي نحن نحمي أولادنا من إنه يحصل هيدا الشيء؟ الطريقة اللي نحمي أولادنا وأطفالنا ومراهقيننا من هيدا المحل بأنه نحن نوعيهم، مثل ما كنا نحن نقول للصبي هيك هيك رح يصير معك بهيدا العمر ورح مع الشاب كذا وإلى ما هنالك وانتبهي. وهلأ تشعبت القصص أكتر، يعني أنا فرق ما كنت عم خبرها عن نوع واحد هو الجنس الآخر، صرت أنا عم خبرها عن أكتر من نوع، عن أكتر من حالة هني. فش
شو اللي بحط انا بديش يقول الفيتو انه الانتباه علي الالارم علي هو اي شخص طلع بهيدي الطريقه لمسك بهيدي الطريقه حكي بهيدا الطريقه لمح بهيدي الطريقه هني قبل كانت صبيه معتبره انه مستحيل تسمعوا من صبيه عن نفسي بحكي عرفنا فهلا لا هلا لما صار في هيدا الاول شيء العدد ثاني شيء كانوا طبعا قبل يمكن يعني مش مصرح فيهم اما هيدا الوضع من فجر التاريخ يعني فلما صار موجودين معنا بالمجتمع المهم اول شيء نفهم شو عم بيصير ثاني شيء نتقبل اللي عم بيصير ثالث شيء اكيد نعرف شو قوانين الحمايه من هيدي الحالات اذا طبعا احنا مش ضد اي بشر يعيش صح بالحياه ماشي على سلم قيم صح انا مش شاني شو الطاقات الداخليه وشو ميوله انا بلش يتعارض مع قيمي دوالي الاحمر الاكزيكتيف مايند هون ستوب فالستوب مش بس لشخص شاب لاي شخص بلش يتعارض سلوكه مع قيمي هيدي الطريقه بهيدي الحاله بالذات مفروض يتلاحق الشخص يعني في شيء خاصه بشرطه تبع التكنولوجيا تبع المعلوماتيه قضاء المعلوماتي وإلى ما هنالك ارجع لمراجع مختصة بإذا ما قدرت أعمل الحد الاجتماعي من هيدا الطلاق عم بحكي بالضبط هلأ عن هيدي الحالة بس هي بالضبط كمان ثقافي بحد ذاتها وشكرا للسؤال بدي اتفضل بدك تقول شيء استاذ عمر بدي انتقل لشغلتين لو سمحت كملي لا ما رح أعطيك لا هني عن السؤالين اللي حضرتك ذكرتهم وبدي هيك بس امرق بجواب بسيط عنهم اللي هن واحد السؤال هو هل لله دور في الموت؟ هل يعني الله انه الله بيتدخل بلحظة الموت؟ هذا هو السؤال عن القضاء والقدر بيتدخل بلحظة الموت انا بما انه علوم طاقة ف يعني برجع بقول ودايما انا لما بدي جاوب عن اي سؤال مثل هيدا السؤال برجع بقول عم بحكي طاقه عم بحكي كوانتوم فيزيكس ما خصني ولا باي دين بفضل نبقى هون دكتوره احسن شيء ما نروح على لانه هذيك الغيبيات خاصه لرجال الدين وبمشايخها وبقساوستها واجلائها دار بقدر طاقيا بهيدا المحل قول شيء لانه لما انا عم بدرس الروح كطاقه بهيدا المطرح في تكافؤ كوني بيصير يعني يمكن اللي في ناس مثلا نفسهم بيكون عن قصة وجود الله أو عدمه أو الطاقة اللي عفوا القوة اللي وجدت هيدا الكون أداة بتتعدى تسمياتها أنا رح أقول شيء بيمشي مع كل النظريات مع كل الأديان أو الناس اللي بتعتبر حالة برات الأديان حتى الطاقة التدخل الله بيتدخل بقصة الموت لما أنا أعرف كل كياناتي مش جسدي ومش جولتي الأرضية المحدودة بغض النظر شو كانت النظرية اللي بتقول أنا من وين جاي أو لوين رايحة بغض النظر أي نظرية اللي تابعة لأي دين ما حدا بيخالفني على جولتي الأرضية لأنها مدركة ومقاسي كيف بتبلش وكيف بتنتهي الطاقة بتقول إنه تكافؤ طاقي مع الروح من لما نتحل بالجسد بغض النظر في كذا نظرية بأي وقت بتحل لحظة صرخة الولادة ولا الجنين إذا بيحس أو ما بيحس ونفس الشيء رحلتنا اللي بعد الموت كمان كل واحد مثل ما بيوصفه هو حر ولكن الموت هو تكافؤ طاقي منحصله نحن للحظة ترك الروح لهيدا الجسد هيدا بس دكتور رولا صاحب السؤال عم بيقول انه خليني اعيد طرح السؤال وراح اد له اياه احتراما لموقفه ويقول نحن دائما نتكلم عن القضاء والقدر هل لله دور في لحظه موت انسان في حادث او ان دور الله يبدا بعد صعود الروح من الجسد يعني انا برايي برجع بقول هذا سؤال غيبي ما حدا بيقدر يجاوب عليه يعني ما بعرف اذا حبي تخوضي بالجواب بس انا يعني اعتقد انه موضوعنا مش مرة على محلات ثانيه خلينا بضمن الطاقه وال الفيزياء اسمحي لي اروح لعند الاستاذ عماد قنديل اللي انا كل شيء بعتقد الكل بيتفق علي ما من حركه او سكون الا بمشيئه الله تكون شكرا لك نعم دكتور عماد قنديل بعث رساله انا بفضل يقولها بشكل شخصي واعطيناه الميكروفون تفضل استاذ عماد او دكتور عماد او اخ عماد تفضل الميكروفون معك مساء الخير لكم كلكم انا مدرس للغه العربيه من القاهره بدرس في البريتش كونسل في القاهره بشكر الدكتوره رولا والاستاذ عمر اداره رائعه وبشكر الاستاذه نسرين حميدان ان هي دعتني للدعوه للندوه دي
أتمنى، أنا كان عندي سؤال بسيط باعتبار أني أنا مدرس والدكتورة رولا بتتكلم عن الطاقة، هل ممكن إيجاد نوع من الطاقة أفضل عند الدارسين أو المتعلمين الطلاب اللي إحنا بندرس لهم؟ هل ممكن، أنا أعرف تماماً أن موضوع المناهج مشكلة في بلادنا، مشكلة تخص الوزارات وتخص تحديد ما الهدف من رسم المنهج الدراسي المقصود، لكن أنا كمعلم هل يمكنني بطرق مختلفة إيجاد طاقة أفضل لدى المتعلمين؟ شكراً. شكراً لك. نحن لأنه لاحظنا الاسم قنديل يعني هيك قدرنا بأنك من مصر. تفضلي دكتور. شكراً. شكراً. أهلاً، نورت ونورت ونورت أستاذ نسرين. سلام عليكم. الله يخليك. نحن بالنسبة لأنه الطاقة اللي معقول تأثر على أدائنا التعليمي إذا صح التعبير، ما بيقولوا إعداد الفرش الصح عند المتلقي، هي بالضبط لما نحن نبلش نعلم من القلب مش من العقل. لما نبلش هيدا نقل الطاقة الصح، لأنه نحن قلنا على السلم الطاقي المرة الماضية الكلمة إلى طاقة أقل من طاقة الفكرة، الفكرة إلى طاقة أقل من طاقة المشاعر، المشاعر إلى طاقة أقل من طاقة النية. فعلى السلم الطاقي بيجوا من الأقل إلى الأكثر كثافة الكلمة، الفكرة، المشاعر، النية. فبصراحة اللي بيخلي الطاقة موجودة بأوساط أو أعلى بالطريقة التعليمية هي كذا عامل. أول شغلة نعرف الطلاب على سلم الطاقي هيدا، فهني رح يستغربوا أنه هي عن جد ولا مرة حدا قالنا أني بتشتغل بقصة أني أحفظ. لما أنا أبسط مثل أعطيهم إياه عن تجربتي للطلاب، حضرتك مثل ما تفضلت مدرس لغة عربية بدون يحفظوا لتسي استظهار، بسألهم شخص راح معك لعند حكيم السنين، بنطرة حكيم السنين فتح مجلة من الموجودين عند كوافير أو حكيم سنين عم بفلفشة، قام طلع فيها عن أكتر لاعب فوتبول بحبه، قري مقال 3 صفحات مرة واحدة معاده، وانت راجع على البيت سألته يا عمي شفتك والله متاخد بهيدا المقال، شو الفكرة كانت؟ بقى بيقلك بسمع لك ياه قري مرة واحدة، بخبرك طلع عنده هالقد ولاد ومساوي كذا واخد كذا، قري هال3 صفحات مرة واحدة ولقيته انه حفظهم كلهم. بالوقت اللي لما نحن بدنا نعطي للطالب درسه أو وظيفته المنزلية، أو يعني أنا ما بحب سميه فرد، لأن كلمة فرد عقلي الباطن من لما شو ما نحط تحتها بده يكون عم يعمل له هيك، لأنه ما بيشتغل بالفرد، ما نحن عم نشتغل كل الخبرية لحتى ننقل اللي مجبورين نعمله ليصير بدنا نعمله، نحن حابين نعمله. فأول شغلي هيدي بقلن هيدا دور النية بالدرس. وأنا دايما بقول لطلابي طبعا بعد ما أعملهم الإعداد الصح وأحملهم المسؤولية الصح، اللي مش مرتاح بيقدر يترك، اللي حاسس إنه ما في قيمة مضافة من بعد هيدي الحصة ما يضيع وقته ويحضرها. هلأ يمكن هيدا بأعمار معينة ما بقدر هلقد تكون عبفوت بطرح واعي إنه ما حمله هيدي المسؤولية، ولكن لما أنا دايماً حدد الأهداف وأنا دايماً اسمع لهم، أنا دايماً حس بمشاكلهم. يعني أنا الطالب اللي عبململ بالصف يمكن لو أنا بارمي ظهري طاقياً بس تأبرم بحسه، يعني بحس أنا لازم إحكي جملة فيها اسم فلان ليكون راح له إشارة من القلب مش من الفكر، مش من الفكر عود شفتك عم تعمل كذا، لا، إشارة من القلب إنه أنا حاسة فيك. هيدي بالعملية التربوية هي بالضبط. كمان بعد في سر أعمق، وهيدا السر سر حقيقي رائع جدا، أي جمهور بدك تفوت عليه عمال قبل منه اكزرسيس بالطاقة منسميه اكزرسيس الاندماج، تمرين الاندماج، هو تغمض عيونك وتوسع وعيك جدا 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 وتحس حالك محتوي، إيفن لو كان 1000 شخص عم بتحاضر بألاف الأشخاص وتحس حالك فعلا محتويهم بهيدا المطرح، كل شخص موجود
ما energy flows where attention goes. الطاقة كيف بتشتغل؟ محل ما بتوجه انتباهك. فبالعادي أنا بشو بكون مهتم قبل ما أطلع على المسرح أو على المحاضرة أو على بحالي بأموري، ما بكون مهتم أكتر بجمهوري. طبعاً بكون بالآخر بهمني تقييم جمهوري، بس هيدي اللحظة اللي أنت عملت فيها جولة طاقية، برجع بقول على مبدأ طاقة تتحرك مكان توجيه التركيز والنية، هيدا مبدأ طاقي قانون كوني. بس تيصير بالعادي بتحسوا مستلطفوك بدون ما تعرف لي، هني بدون ما يعرفوا لي، أنا بعرف السبب، بس بالعادي هيك بيصير. هاي شغلة. شغلة تاني وهي الأساسية، وشوف لما تستعملها مع كل الناس، مبدأ الاحتواء. الاحتواء يعني بالعادي نحن أنا بزعل من حدا دغري بنفصل طاقيا عنه، عد هنيك لكون فهمتك أنا شو زعجني منك، دغري بحس بهيدي. هلا هي ميكانيزم دفاعي بيعمله العقل الباطن لهو تحصيل المسافة الآمنة لحتى الشخص خلص، يعني ميكانيزم دفاعي هيك ربنا مكونه. بس in fact إذا أنا وعيت له وصرت أعرف شو الطريقة اللي هي الضمنية أو اللاواعية، الاحتواء هو أي شخص أنا بدي لومه أو هو بدي وجه له ملاحظة أو بدي إياه يغير سلوك، ما فيني أقول بدي إياه يغير، أتمنى عليه يغير سلوك، ما في بدي بالتغيير. بهذا المطرح أنا لما أعمل الاحتواء، شو يعني الاحتواء؟ يعني أنا تقبلت كل اللي إجا منه، كل اللي إجا منه، وأنا عم صحح. شفت التصحيح بدون كلمة تقبلت كل اللي إجا منه، ما صار فعل الاحتواء، ما صارت طاقة الاحتواء. فالاحتواء بيكون أنت عم تلومه، وأوقات بتطلع نبرة، وأوقات إلى ما هنالك، وبذات الوقت الشخص مبسوط، مش يعني متقبل. إذا مش مبسوط متقبل، in fact هيدا بالضبط. لاي أنا كيف تقبلت مثلا يمكن تصرف كتير بشع، مثلا أنا كان عندي شخص، لأنه حتى الحالات بخلوها بصفي، إنه بيشيلوا بيطرقني بقنينة المي، طب ما يمكن لو إجت بعيني إذيتني. بس أنا من لما نمدربي إنه أي فعل خارجي حصل هو استحقاق نفسي من عند رب العالمين، قانون التسخير خلى الامتحان يجي من خلال هيدا الطالب بهيدا المطرح، انفاكت رح سامحه. يمكن اوقات بتاخد اكتر، اوقات انا ما بقلك انا بعمل ردة فعل، انا ممكن عيط او اصرخ، بس اوعى تفكر ما بيكون لي قدامي مشبع عاطفيا، مشبع ما فيش حديث بالاول، مشبع عن حاجة. أنا هقول لك على حاجة وأنت قيميني، يعني صححيني إذا ممكن صحيح. أنا في عملي كمدرس بقالي فترة كبيرة، يمكن في الأول كنت بنفعل، لكن أنا وصلت لطريقة، أنا لما حتى طالب بيجاوبني إجابة غلط أو بيستفزني بكلمة أو كده، أنا بلاقيني زي ما أنت قلتي في الأول، أنا جهزت نفسي للمحاضرة أو للاجتماع، فبلاقيني أنا متفهم هو قال كده لي، هو عمل كده لي، وبلاقيني بقوله بعمل حاجتين، بلومه بهدوء، وببين له كمان أني أنا ما كنتش متوقع منك أنت أنك تعمل كده، ولما بقول له أنا ما كنتش متوقع أنت تحديداً أنك تعمل كده، بلاقيه بيبتدي يحس بذاته أنه هو قلل من نفسه، هو كان في صورة أحسن فوضع نفسه في صورة أقل، فبلاقيه فجأة بيتحول إلى إنسان تاني، ربما هو يرغب في استعادة الصورة المثلى التي كانت عندي خصوصه. صحيح لي يا دكتورة إذا أنت، شكرا أستاذ عمر، كتر خير. بالضبط اللي تفضلت في حضرتك، اللي قلبت كفة الميزان كلمة تحديدا، نحن لأنه ميتا كوتشز فمنوقف على الكلمة اللي قلبت كل، يعني أنا صراحة أول جملة حضرتك حكيت عنا أنه بوجه له لوم بس لطيف، أنا وين بعدني بالحالة الراهنة وليست الحالة المرجوة، لأن أنا بدي أقدم لهم بديل. ما كنتش متوقع منك تعمل هيك، ما كنتش متوقع بعدني عبوسه في الحالة الراهنة. أنا بهيدا المطرح حقله الباطن شو ناطر؟ قله البديل، قله البديل، يعني قدي كان أفضل لو عملت هاي. اللي أنقذت الموقف هي كلمة تحديدا.
كلمة تحديدا، ما كنتش متوقع منك تحديدا، كلمة تحديدا شو بتفيد عنده تحديدا؟ فإذا آها اوريدي عمل لي تقييم عالي، أنا اللي عملت شيء وصلني لتقييم متدني، فاللي فعلا اللي غيرت المسار كلمة تحديدا. ويفضل بنفس الوزن، إذا أنا لمته بعبارتين بثلاثة أعطيه الحل هالقد، ولو كان الحل عام، لو كان الحل عام يمكن أخلاق، يمكن شطارة، يمكن حسن تربية، أي شيء أي شيء يعني الحل، بس إنه على القليلة عقل باطن مفتوح. هني هو تلميذ، أنت أستاذ، أنا لحظة وقفت عند اللي بنسميها بالكوتشنج present state، الحالة الراهنة، وأكثر وقفت عند desired state، الحالة المطلوبة تماماً. والله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ممتاز. شكرا دكتور رولا. نحن تجاوزنا على الخمس دقائق، خليني بس أروح على الأشياء المطروحة. الدكتور سحر بتقول مرة تانية شكرا على الإدارة وشكرا على اللقاء. الأخ صقر البعيني يشكر المطربة نسرين حميدان على دعوته لهذه المحاضرة. نعم. الأخ حسام يقول بأنه مؤمن، وهو يعني طرح السؤال لأن الأمر طرح على شاشة التلفزيون وأحب أن يفهم يعني وجهات النظر في هذا الأمر. وأنا أود أن أقول يعني نحن إذا دخلنا يا أستاذ حسام بنقاش ديني نسفنا كل المحاضرة. خلينا نروح على الممارسات الدنيوية التي تمكننا من التغيير، ونترك الغيبيات، كل دين لجماعته وكل عبد لخالقه، وتمشي الأمور بشكل أسلس وأفيد للجميع. عندنا في نحظة شوي بس القصد هذا السؤال. أوكي، هذا هو تقريبا. الأخ حسام رفع، الأخ حسن رفع إيده، رح يكون معنا آخر سؤال، نحن صرنا بالساعتين و17 دقيقة. ستكون آخر من يسأل أخ حسن، ومن بعد ذلك سنختم مع الدكتور رولا، وسأطرح سؤالا صغيرا جدا قبل ذلك. تفضل يا أستاذ حسن أو دكتور حسن. مساء الخير. أوكي، بس كان بدي أسأل دكتورة رولا، ذكرت أنه كل شيء بيصير معنا هو استحقاق، لأنه بعلم الطاقة كمان بمحل ما تأتيكم من حسنة فمن الله، وما تأتيكم من سيئة فمن أنفسكم. بعلم النفس، أنا مجالي علم النفس، فأكترية الأمراض النفسية بتصير تحت حتى عمر البلوغ، وأوقات في سلوكية مثلا تحرش جنسي بأطفال، أي اعتداءات على أطفال تترك أثر مدى الحياة أو أمراض نفسية مدى الحياة. شو هو الاستحقاق اللي بيكون صار مع هذا الطفل، أو شو هو تفسير علم الطاقة لموضوع أنه شخص ما يكون بعد غلط أو بعد ما فهم شو الصح وشو الغلط، يكون عم يعيش كل حياته تبعات شيء هو ما غلط فيه؟ تماما، شكرا دكتور حسن ونورتني. الفكرة أنه مثل ما فعلا أوقات بتجي أقدار أو ظروف أو أحداث، تما سميها أقدار، بتوصل للشخص بعمر صغير جدا، وفعلا تطبع وفترة طويلة من عمره، أو خصائص معينة بقيت فيه، ضلت فيه، ما قدر تحرر منها إلى ما هنالك. بهذا المحل كمان الجواب، مع أنه سكر على كثير أجوبة أستاذ عمر، اللي هي ما ورائية، أو اللي هي استحقاق النفس من قبل ما نخلق. بغض النظر، برجع بقول أنا علي بجولتي الأرضية شو هني النظريات اللي وين كنت أنا لا حتى تكون، يعني لحتى استحقت نفسي هيدا الشيء، أو لوين رايح. الجولة الأرضية هي تجربة محدودة مؤقتة، إن فاكت مبرمجة لشخص نحن بوعينا بالوعي، نحن ما منعرف شو استحقاقات نفسنا. يعني أبسط شغلة، كنت عبعالج صبية من قصة انتحار، عبقلة إنه برأيك أنا شخص خير ولا سيء؟ قالت لي ولو أكيد إلى ما هنالك. قلت لها طيب أوكي، let's say أنت رحتي هلأ نمتي ببيتك، وبكرة بعيد الشر سمعتي نعوية شي حدا من ولادي، برأيك الله افترى على نفسي؟ أكيد لا. فنحن الفكرة إنه المحدودية اللي بتخلينا نقول بعلم الطاقة أو بوعينا كال10% اللي هن الوعي، إنه قول أنا أوزن الأمور هني بس باللي بعرفه،
باللي بعرفه، لأنه بهيدا المحل إذا كمان قادر تقلي شو هو الهدف الأعلى لوجود الإنسان على الأرض، جولتنا الأرضية، لأن هون كمان نقاش كتير طويل من عن نفسي أو برأيي، وجود الهدف الأعلى لوجود الإنسان بجولته الأرضية المحدودة بغض النظر من وين إجا ولوين بده يروح، هو اكتشاف استحقاق تلك النفس. أنا هلأ مرتاحة مبسوطة، لقيت رسالتي بالحياة، ومن اللي عم بعمله اليوم أنا عم حققها، وما شاء الله بشكر كل حدا من الموجودين وفرحاني. بعد 10 دقايق حدا بيعرف شو معقول يصير؟ يمكن أكبر امتحان بحياتي وأسوأ وأعظم وأمر شغلي بحياتي. فهي بس تعرف أنا إذا كنت أنا حاطة بأهدافي بس الأهداف الأرضية، بدي أقول بدي استسلم قدام شغلي، طبعت حياتي بهيدي الطريقة اللي هي شغلي وكفت معي. بس أنا ممكن أعمل أبروتش تاني لهيدا اللي عم سميه صار معي بعمر صغير، لأن عم حس ضمنياً رفض للي عم بيصير، إنه لي ما بعده طفل بريء، بعده طفل بريء عمر جسده، ولكن استحقاقات نفسه كلنا منجهلها، كل حدا بيجهل استحقاقات نفسه. هاي قدرتنا البشرية بالوعي، وشوف العلم وين عم بيروح، وشوف الكوانتوم فيزيكس وين عم بتروح، والنظريات قدي بعدها عم تكتر وتتشعب وتتشعب وتتشعب، وعم بيرجعوا يلاقوا لها دليل علمي، وعم بيرجعوا، وبذات الوقت كل يوم في شيء جديد. فبهيدا المحل فعلا ما فينا نحسم، اللي فينا نحسمه بالوعي أو بالمنطق بمحدودية وجودنا البشري الحسي الجسدي، بقدر أنا منطقة بأنه ما بعده بريء أو ما بعده طفل، ولي هيدا الشخص استحق وهيدا ما استحق، أنه ما لحق وغلط لحتى يكون عم يتحاسب يتعاقب يتجازى بنشان الغلطة. فهي مش الفكرة بالست سنين أو بأنه بعد كان ما غلط، في قبل وفي بعد. محدوديتنا الجسدية الأرضية بتجهلهم ولكن موجودين. فأفضل هدف مقترح من الحياة هي اكتشاف استحقاق نفسنا. ومن شو منستحقه؟ ما نحن اكتشاف استحقاق نفسنا هو مادي، بدو يتمظهر حسيا من خلال اللي نحن بنسميه قضاء وقدر. كنت رايحة وتعبى فيه كميون، يمكن طلعني بلا إجرين، طيب هاي الفكرة. وعد 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 على مشاكل أخرى حدا يقدر يكفل لقدام أبدا، مثل قصة ليش استحق بعمر 5 سنين هيك تجربة. فاللي هون اللي بيرد عليها علم الطاقة، محدوديتنا بالوعي الأرضية البشرية الجسدية، هي من الأفضل أنه تحمل رأيي، هي أنا عم بكتشف. ومن لما نبرمج عقلي الباطن على قصة عم بكتشف، الاكتشاف مش شغلي عاطلي دايماً بتضل فتحتلي فضاء الاحتمالات، أنا حرة اكتشف وارجع نقي شو تكون ردة فعلي تجاهها. فاكتشف، وهي كمان مثل ما قلنا بأول المحاضرة إذا كنت معنا حالي من الجهوزية، اكتشف يعني أنا رايحة بطايبة، فأنا جاهزة لهيدا الشيء. وأكيد بجهوزيتي لهيدا الشيء بقى بتصير الممارسات اليومية، وكيف عم برتب أموري وبرمج داخلي واتعلم وطبق وإلى ما هنالك. نورتني دكتور حسن. مرق معانا مرتين ترينر سليمة طربي سألت عن الإدراك والمعنى، يا ريت تجاوبيها على السريع حتى لا نكون قد تجاهلنا السؤال. في سؤال ثاني قالت كيف ممكن أن نغير إدراكنا لنعمل اختلاف المعنى. باختصار قدر الإمكان لأنه قربنا عن نصف ساعة، ساعتين ونصف. حلو كتير السؤال. إدراكنا، أنا صراحة أخذني على الإبداع مع أنه ما نذكر، لأنه نحن بالضبط اللي منعمله بالعملية الإبداعية هو تغيير الإدراك لحتى أو بالأقل ديفورماسيون، اللي لأن تغيير الإدراك ما فينا. الإدراك كل حواسي الخمسة اللي ربنا خلقها فيه هي شو بيقولوا خط التماس بين الداخل والخارج. فأنا كل الواقع الخارجي المدرك أنا باخده من خلال حواسي الخمسة لجوا لعالم الداخل. فاللي بيصير جوا تغيير المعنى هو اللي امنع دماغي على أنه يضب بأي جرور منشأ سابقاً. دماغي بقانون الجهد الأقل سبق وذكرنا أنه نحن شو بيعمل؟ ربنا هيك خلقه ليوفر علي طاقة،
انه او اي مدرك فايت جديد ما بيفتح له جرور جديد، بيشوف الجوارير الموجوده اي جرور فيه اكثر شيء بيشبهه بيضبه فيه وما عمل جهد اكثر من هيك. لما انا المدرك البصري اللي فايت بالضروري البصري، المدرك الحسي اللي فايت باي حاسه من حواسي الخمسه ما اسمح جوا ياخذ معنى، عم بجبر ام طلت دماغي ما خليته ما اعطيته معنى. يعني ليت سي انا اللي عم بعلم فنون تشكيليه، انا عم بتطلع بالشجره، فانا ما قلت له لدماغي هي شجره، انا شفت شجره وقلت انا حالي، ممكن اقول حالي دائريه، ممكن اقول ما بدي اعطي حالي خضره اي شيء، بس اعطيت شيء ابسولو، اعطيت شيء مطلق. هودي القصص اللي بالضبط بتكبس على زرار الابداع. شو عملت بهاي الخبريه؟ انا جبرت دماغي ما لقى جرور يضب فيه هيدي الشغله اللي انا قلتها. بهيدا المحل انا جبرت دماغي انه يفتح لي جرور جديد، وبهيدي الطريقه ان فاكت الادراك من انه من عنده لعندي فيش غيره، لانه حواسي الخمسه الميكانيزم اللي بيشتغلوا فيه ربنا حطه بالانسان، هذا مثل تنفسي، مثل خلايا جسمي، منه لجوا ايه بتتغير الطبخه. من لما انا فوت الخبريه مجرده عن الهويه بحياديه تامه، يعني ما دخلتش مع عواطف جوا، بقى بتكون اخذت هيدا يعني سمحت لي باختيار المعنى المناسب لإلي، اذا انا كان بدي اختيار المعنى او اذا بدي اعمل ابتكار او اكتشاف جديد، احدثت هيدا الفراغ بهيدا الجرور الدماغي اللي بلشت هي تتفعل وتمشي حسب يعني بعيدا عن اي تجربه مشابهه عند اي حدا. هيدا بالضبط اللي قلت اخذني طريقه السؤال لفكره الابداع، لانه لما انا ضب عندي بهيدي الطريقه ما خليت دماغي يشتغل بشيء مشابه سابق، بهيدي الطريقه انا خليتها تنمى بطريقه شخصيه ذاتيه بتشبه بصمتي الخاصه، وخليتها تتمظهر بعدين بشيء هو اسلوبي، هو كاركتيري، هو صفتي. شكرا. سؤال باختصار الإجابة إذا سمحتي. بالجامعة، مش بالجامعات، بالثانويات بالوطن العربي درجة بعض نماذج من الأسئلة بيعطوها للجريد 12 للصف 12، من خلال الأسئلة بيقدر يحدد إذا هو بيقدر يكون بحق المنطقي بالجامعة، يدرس حق المنطقي، يدرس حق الإدارة، يدرس حق العاطفة، يدرس حق القيادة، يدرس حق المعين. سؤالي قديش موضوعية ودقة مثل هذا النوع من الاختبارات على الطلاب؟ حلو. بالعادة مزبوط بالمرحلة الثانوية بيعملوا شيء اسمه هولاند تيست، وهولاند تيست نحن بنعمله بالكوتشينج وموجود كل الثانويات الكبار، يا بيقولوا للطلاب عملوه على الانترنت، يا بيصوروا لهم اياه وبيعطوهم اياه. ان فاكت بيكونوا عم بيعطوهم تقريبا 100 وظيفة، بيشيلوا منهم 40 بالأول، بعدين بيشيلوا منهم 20، بعدين ال20 بيشيلوا منهم 10 ويبقوا على 3. ولكن أين محدودية هولاند تيست بهذه الطريقة؟ طيب أنا أعطيته لو كانوا 100 ولو كانوا 200 مش هني كل شيء بالعالم، فأنا ضمن هاي المحدودية كيف صديقنا اختار هو شو بده. تمام. ولكن أنا خبرته قبل أنه أنت عندك طاقة كبيرة اسمها الشغف، اسمها باشن. انت هيدي الطاقة اذا حطيتها بشغلك وانت نايم بتبدع بدون ما تتعلم كل اللي تعلمته انا ويخبروك عن الابداع. اذا شغفك حطيته بشغلك رح تبدع، اذا شغفك حطيته بولادك وبعائلتك وبمشيتك رح تبدع. فالفكرة انه اهم شيء نحن ليش دايما الاساس معرفة الداخل. الفكرة انه اول شيء بدي خبرهم عن طاقة قوية جدا اسمها الشغف. تاني شيء بدي خبرهم عن الفاليوز، يعني عن القيم. شو هني القيم؟ لانه مثلا يمكن انا يستزوئ لي مثلا هودي باللي بعرضون علي، انا بكون بحب الرقص وبحب الصوت العالي، قمت نقيت مهني صاحب بار مثلا، let's say او نايت كلاب مثلا، يمكن تكون مع قيم اهلي ما بتركب، بس انا بحب والله الرقص والصوت العالي. فبالاول مش المهم نقيت ثلاثة اكتر ما انه عندي قيمي، هل انا حاطه سلم قيمي واضح علي؟ وثالث شغلي نقاط القوة ونقاط الضعف عند الشخص، لانه اذا شخص انا رحت نقيت وظيفة او تخصص قبل ما يصير وظيفة تخصص انا عندي نقاط ضعف فيه، يعني رحت عملت استاذ رياضة ولكن انا رايح كاحلي مثلا، فهي ضروري استنباط الثلاثة هاو قبل الهولاند تيست، باشن strength والvalues، هودي الثلاثة اللي نحن بنعملهم بالكوتشنج اوقات عن عمر كتير كبير
كتير كبير بيكون شخص انه فات بهيدا المجال وما توفق، وفات بهيدا المجال وما ارتاح وهي، طب حددت سلم قيمك؟ لا. طب انت عرفت وين شغفك؟ لا. طيب عرفت نقاط القوة ونقاط الضعف عندك؟ لا. فإذا الفيرست ستيب هو تحديد هودي ثلاث أشياء، الميكن الشخص قبل ما إجا التست وقبل ما إجا الجريد 12 وإجت المرحلة الثانوية أو تقريبا بالمرحلة الثانوية، بنقدر لأن ما لنا وعي لحتى نعملهم، بس أكيد في أسئلة يعني استنباطهم مش صعب معمول لهاي الفئة العمرية. بعد منا طيب بقى هلأ صار معك الغربال، هودي هيدا الموجود وإنت نقي، والأحسن والأحسن تقله إرباط، تقله ابتكر، اكتشف شغلة من ربط شغلتين، تحفز النيرونات تبع دماغه وتفكيره وعقله إنه يكونوا إنه لا بديش شيء أوريدي معلب، أنا بدي أعمل شغلة بين كذا وكذا. عرفنا؟ هيدا هو. معلش اسمحينا دكتورة، نحن الآن في نهاية الحلقة، وأود أن أقول شكرا للدكتورة رولا شمس الدين. قبل أن تختمي سأعطيك الكلام لتختمي، ولكن دعيني أقول أنه نحن اليوم كنا مع اللقاء رقم 15 عبر منصة سوق الملح، حيث استضفنا قبل هذا اللقاء الدكتور يوسف زيدان الكاتب المصري الروائي الكبير، ومن بعده استضفنا الشاعر أو من قبله الشاعر عمر شبلي باللبنان، ثم الدكتور يوسف زيدان، ثم استضفنا من بعده الروائي السوداني أمير تازج سر، ومن بعده الروائي الكويتي سعود السنعوسي، واستضفنا أيضا روضة الحاج، واستضفنا الشاعر حكمة حسن، واستضفنا الفنان التشكيلي حسن يتيم، والفنان التشكيلي من اليمن حكيم العاقل، والشاعرة السودانية روضة الحاج، وأيضا قمنا باستضافة الروائي عمر سعيد أنا في توقيع كتابه الأخير حكي النور. شكرا لك. سنختم مع كما دخلنا مع العرض الموسيقي، ولكن قبل أن نذهب إلى تلك الصفحة أرجو أن تختمي بتوصية ونصيحة تبقى في ذهننا إلى أطول وقت ممكن إن شاء الله. فضلي. الله يخليك. أول شيء بدي أتشكر حضرتك، بدي أتشكر القيمين على اللقاء من الكواليس وما وراها وأمامها. شكرا أستاذ عمر على هالملقى الثقافي العظيم، وشكرا للحضور الكريم، شكرا نورتوني جدا. والملاحظة أو التوصية مثل ما تفضل أستاذ عمر جاي من فعلا من التشعب اللي حصل خلال هيدا اللقاء، واللي فعلا كان اسمه Q&A، ما كان حدا عارفين الفلو المعرفي كيف بده يمشي فينا. وبحب هيدا الشيء لأنه فعلا بحسه أكتر شيء يعني ضروري يوصل للناس اللي ناطرته، اللي يمكن محتاجي لإله أو عنده تساؤلات بشأنه أو إلى ما هنالك. ودايما غذا لإلي أكيد على طول، اسمه تفاعل معرفي، ما في تلقين وما في حدا عم ياخده حدا عم يعطي، هو تفاعل دائم. فمثل ما بلشناه لأنه عيد العمال بقصة الأبديت على فكرة العمل، هو بالضبط إذا صح التعبير بأنه يكون توصية، هو نمرر هيدا الأبديت على كل شيء منعرفه قبل، لأنه نوصل لفترة بالحياة منفكر أنه خلص هي هي الحياة أو ماشي الحال. طب هاي الماشي الحال هي فعلا قدي بين 1 لـ10 أو بين 0 و100 نسبة الرضا عنا؟ هاي الماشي الحال هي قدي الإشباع فيها بكل نواحي الحياة؟ هاي الماشي الحال هل أنا فعلا ماشي باتجاه أني أترك بهيدي الحياة أثر؟ هيدي القصة مش 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 تخدم الإيجو، أثر يفيد البشرية، أثر يفيد الأرض، يفيد الحياة، يفيد الناس إلى ما هنالك. رسالتي أبسط سؤال، هل أنا عرفت شو رسالتي بالحياة؟ الرسالة بالحياة قبل كنا نقعد نبصر، وفي ناس بتعيش ومتموت وما بتعرف رسالتها بالحياة. هلأ في بروسيجر، بتروح عند شخص اسمه كوتش بيمشي معك باستمارات استمارات استمارات لا يعبي لا يعرف كيف انت تحقق تحقيق ذاتك سيلف اكشواليزيشن من قله بالميتا كوتشينج او اكتشاف رسالتك بالحياة. ايمتى بتثبت الخطوة؟ بس تنحنا نلاقي هيدا المعيار، اكتشاف رسالته بالحياة للشخص، تشوف قديما بيوفر علي طاقة ووقت، لانه اي شغلي انا انعزمت عليها بتخدم رسالتي بالحياة او ما بتخدم رسالتي بالحياة، بقول ايه او لا.
بروح على هيدا المشوار أو ما بروح على هيدا المشوار، المعيار الوحيد بتخدم رسالتي الحياة أو لا. فرسالتي بالحياة بس تأكتشفها، نوعية الوقت بتتغير، نوعية استثماري لوقتي بتتغير، إدراكي لكياناتي بتتغير، ثباتي أكتر ما يكون. الإنسان اللي بعد ما اكتشف رسالته بالحياة، أوكي بجرب. شخص التاني بيقلي رايح بهيدا الاتجاه، أوكي مش غلط، ما بيتنافى مع قيامي، بجرب. الاتجاهات اللي ما بتتنافى مع قيامي كتير، ولكن أيها رسالتي بالحياة هي وحدي. فأنا بدعي كل شخص يستثمر بأنه يعمل السعي، سعي النفس وسعي الجسد، ليلاقي رسالته بالحياة. يعطيكم ألف عافية، نورتوني وأفدتوني. وأيضا لابد أن نقول بأنه شكرا للأخ عامر شمس الدين الذي تجشم العناء وأتعب نفسه ليكون من ضمن الفريق التقني لهذه الأمسية الرائعة الجميلة، وأن رسالة سوق الملح مستمرة من خلال كل الذين كانوا معنا في هذه الأمسية، وتصبحون على ألف خير. وسأذهب إلى التعريف أو عفوا إلى الختام مع البطاقة الموسيقية لهذه الأمسية، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.